ما فورتكا. ايه فورتكا دي؟ يعني فورتك وش معنى يعني دي اللي مسكتي فيها؟ عيب عليك، انا بفهم ايطالي على فكره. ماشي يا عم الغواص. احكي لي على الغطس اكتر يا روبرتو، انا كنت بحب البورصه ودلوقتي بموت في الدايف. فريدا حبيبي دي موهبه، وبعدين يا روبرتو مش اي حد ولا ايه؟ هو روبرتو ده اسمك الحقيقي ولا النيك نيم؟ شوفي يا فريده، عشان قلبي ارتاح لك هسيبك تخمني اسمي الحقيقي. وانا كمان. انت اسمك مش فريده؟ لا انا كمان ارتحت لك يا رامي. صح رامي؟ اديها كمان زق. بقول لك ايه؟ الولد اللي قابلناه في ابستراكت كريم؟ كريم مين؟ ايه ابستراكت؟ اه كريم. كريم 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 ده جاست فريند عادي، مفيش بيني وبينه اي حاجه. فعلا؟ ايوه. مساء الخير يا فندم. مساء النور. بتشربوا حاجه؟ عندك ايه فريش؟ عندي مانجا، عندي ستروبر، عندي جوافه. ممكن جوافه؟ مين دول؟ جوافة؟ لا عبدو بيجيب مع الأجانب أوي. يا عبيدو. طب عبدو روبرتو بص، أنا هروح أجيب بس حاجة من ليلى وجاية. أوكي. على فكرة مش بس الأجانب اللي بيحبوا عبدو. يا نهار أسود، حسن بعك شكله بيشرب ليلى مغات. يا عم ما يشربها مغات ولا بوظة، أنت مالك؟ ده كده هيقعد في قرابيزنا طول العمر، خلينا نخلص منه بقى. استني أوي. يا دماغك السقع، جوافه قبل التكيلا؟ يا بنتي قلت لك 100 مره مفيش حد حمل دماغك دي. ايه ده يا حسن؟ فودكا بالاورنج يا لئيم. جوافه؟ ليلى احكي لهم على البارتي بتاعت ثانوي لما خلصتي على البار كله وخدتي جايزه احسن رقص بلدي. على شوقنا اكتر، شوقنا. ايه ده انت بترقصي؟ انا بس بطلت ما بيلوموني والله. حسن قول لهم بقى على يوم العجمي لما نزلت مع الشور روسي الميه بلابيس. بلابيس؟ لا 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 خالص، بلابيس ايه؟ كنت لابس مايو يعني عادي، وان بيس. اه وان بيس كان كاب بس كان جسمه تحفه. ليلى ما بتتهدش. حسن ما بيتهزش. رهان ورقه بميه. بارمن راند تكيلا بسرعه. يا ماما يا ماما الحي. حسن ايه يا بيبي؟ انا لو تعبت انت تشيل، انت لو تعبت اوعى تنزل. انا فريده هتعذبني، انا عارفها والله. هتقعد تقولي لي هليكوبتر يا مري هليكوبتر، وسرير بينزل بيا مش هتصحى قبل سنتين. وانا بنبي مودونيا مش هصحيهم دلوقتي خالص غير واحنا مسافرين. بقول لك انا بصحى بدري قوي، تيجي الصبح نصحى نتكلم؟ لا قولي نتكلم، ما نتفق من دلوقتي نفطر مع بعض. ده نتقابل على الفطار. مش عايزه اقول لك فريده عملت فيا ايه طول الليل امبارح، عماله تقولي لي هليكوبتر يا مري هليكوبتر، مش عارفه انام منها طول الليل. وانا برضه بنبي من اول ما دخلنا الاوضه نام زي القتيل. ضايعين قوي العيال دي. ميرسي. الله دول عاملين زي الفورتشن كوكيز، كنت بحبهم قوي وانا صغيره. وانا كمان، تعالي نفتح. الاشياء ليست كما تبدو وكذلك الاشخاص، انت طلع لك ايه؟ كن واثقا من احساسك. اي كلام على فكره. يمكن. الو. ايوه بمب. احنا جايين اهو، مش وقت الكلام ده بقى. طيب انا هروح الحمام على ما تخلص تليفون. اوكي طيب. اوكي يا ليلى. ايوه يا زفت، ايوه يا سيدي ظبطت. ليلى حلوه قوي حلقه الكابوريا اللي انت بتحلقيها لي دي.
ازيك يا كريم؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. يومين بلف وراكي في شرمه كلها وبيبيهات وفيسبوكات، في الاخر ايه واقفه لوحدك؟ طب على الاقل وريني سبب اللي واخدك مني. اصل انا الموبايل ما بيبقاش معايا، ببقى سايباه في الاوضه. سيبك من الجو ده كله يا كريم، من الاخر كده انا مش بتاع جير فريند وبوي فريند وبوسي مان وكل، انا مش ده جوي خالص. وانت يعني كمان يعني انا ايه يا ليلى؟ احنا ما لحقناش نعرف بعض اصلا عشان تحكمي عليا. خليش مظاهر تخدعك، انت اعلى من كده. رايحه تياسر النهارده؟ اه غالبا. غالبا ولا شهور؟ لا شهور ان شاء الله. اشوفك النهارده باذن الله. تحلاوي كل مره بشوفك فيها. شوفي ليلى. سوري تأخرت عليكي بنت صاحبي، مش فاهم حاجه خالص. طب يلا بينا. لا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. تفتكر الواحد ممكن يقعد يحوش كام سنه عشان يجيب مركب زي دي؟ زي دي يعني تقريبا 20-25 سنه كده، ده بالتقريب يعني. ده ايه الاحباط ده؟ بس ده لو لوحدك، انما لو معاك شريك ممكن الموضوع يبقى اسرع بكتير. انا ما عنديش شركه، انا لوحدي كائن سعيد. لا ده كلام فاضي، ده كلام بنقوله عشان نضحك بيه على نفسنا. يا سيدي انا مبسوطه لوحدي. الله يا ست، هو حد يكره يا رب دايما. طب انت مبسوط لوحدك؟ انا لا، انا خلاص اتعودت على كده. عارفه بقى مبسوط اكتر لما اشوف اصحابي وكل اللي حواليا هم اللي مبسوطين وبيضحكوا. تعرفي مره عملوا لي مفاجاه وعملوا لي عيد ميلادي في الاستوديو، كنا كلنا موجودين وتصورنا صور كتير قوي، بس هي صوره واحده جماعيه كنا كلنا فيها مبسوطين. يعني الصوره دي اعتبرتها اهم هديه جات لي في عيد ميلادي. طب بقى صورك مع المركب اللي عمرنا ما هنشتريها دي. تبسم. المزيكا يا حسن. مزيكا؟ هي فين المزيكا دي يا معلم؟ ما هي تحتك يا حسن، ما المزيكا شغاله اهي. الهبد ده بتسميه مزيكا؟ ده اسمه ترانس. ترانس؟ يعني اللي عامل الحفله دي واحد كهربائي. حسن حسن يا ابني ما تركزش عشان ما تهيسش. ارقص. كنس قوي. ايه ده؟ هي الناس دي سامعه حاجه غير اللي احنا سامعينها؟ يا بنتي هو ده ترانس. لو النبي. ايوه. الو. الو. ايوه يا ليلى. انا سامعاك كويس، انتوا فين يا ليلى؟ الو الو. بقول لكم ايه، هروح اشوفها فين واجي لكم. يا فريده يا فريده، انت كنت كل ما تصحي واحد تنين واحد. يا فريده مالك في ايه؟ لا مفيش، بس الناس كانوا عماله تخبط فيا وبعدين صحابي مش لاقياهم. معلش حصل خير، تعالي ندور عليهم. طب انت صحابك معاك؟ ايه؟ صحابك معاك؟ مش مهم، المهم انت يلا. عن اذنك عشان انا بدور على حد. رايح فين؟ بتدور على مين يا نوتي؟ اكيد بتدور عليا. صح بتدور عليا. ايوه على بدور عليك، وكويس قوي اني لقيتك. عن اذنك بقى. رايح فين يا حسن؟ انا عايزاك. نفور بيدي برضه. معلش ادينا بندور اهو. بقول لك ايه، مش ده حسن اللي شفته معاكي في ابتسامتك؟ اللي مكلبش في البنت ده؟ اهو. يلا نروح. لا 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 لا، انا بدور على بيت صحابي، انا عندي صحاب كتير قوي هنا. شور شور. طب نروح نشرب حاجه؟ اي حاجه. يلا يلا يلا. والله العظيم هكلمك واعمل لك اد على الفيسبوك كمان. اوكي وعلى البيبي كمان.
لا مش هنسى مش هنسى، بس خليكي واقفه هنا زي ما انت. اوعى تحركي، هروح الحمام واجي لك. بتعملي ايه هنا؟ انا بكلمك من الصبح. ايه العباره دي مستنى على التليفون؟ في ايه؟ ورا ايه يا معلم؟ اتنين كابل بيرقص، مش محتاجين حد تالت يعني. ما تتدخلش انت، انا ما بتكلمش معاك. انا جاي مع كريم على فكره. ما ده اللي انا بحاول افهمه له. انا سايب صحابي وقلب عليك المكان عشان في الاخر تقولي لي جاي مع كريم. انت بتزعق كده ليه؟ كان في حاجه بيني وبينك. انا عمري كان في حاجه بيني وبينك، ولو كنت فهمت كده تبقى مشكلتك مش مشكلتي. احنا اصحاب وبس، فاهم؟ يلا يا كريم. يلا يا حبيبتي. ايه ده؟ دكتور بصير هو اللي اخترع مازنجر؟ استنوا بس يا جدعان عشان نشوف القلش اللي الدكتور ضيع فيه 30 سنة من عمره. إذا استطاعت الكتلة إكس أن تنطلق بسرعة الضوء في، فإن الوقت تي يثبت وتستطيع أن تتحرك ما بين نقطتين A و B خارقاً كل الحواجز الزمنية. الدكتور ده شكله في طب. بقولك مش وقت هزار صور وانت ساكت. احنا مطبقين مع بعض نعمل واحد زيه بالظبط. استنوا بس يا جماعة، عايزين نفهم البتاع ده بيشتغل ازاي وبيعمل ايه. يدار الجهاز الزمني بواسطة الدراع ألف، اللي هو غالبا ده يا شهير اللي قدامك. انا مش فاهم يعني الدكتور بصير ازاي عايز يخش العالمية باختراعه جهاز البيانولا. استنى بس. تولد الطاقة الكهرومغناطيسية عن طريق القرص الأحمر الموجود في الجزء الأمامي من الجهاز، اللي هو غالبا ده. طيب معلش بقى سمير، افتح اخر صفحه في الملزمه شوف الجهاز ده بيعمل ايه اصلا. لا احنا هنجرب القرص ده الاول، ما عملش حاجه نقرا بقيه الملزمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده سمير؟ اقفلها يا سمير. انا مش عارف. ايه ده؟ ايه ده؟ الجهاز راح فين؟ ايه ده؟ هو الاختراع ده بيغير الديكور ولا ايه؟ انا دماغي مش قادر. انا هروح اغسل وشي. مصيبه يا جماعه. ايه دكتور بصير عرف ان احنا ضيعنا الجهاز؟ ان شاء الله الستور رجع موضه. ايه يا جدعان، ده الناس اتجننت ولا ايه؟ ما هو ده يا اما الهالوين يا اما دكتور بصير عامل عيد ميلاده في الجامعه. ودول ايه دول؟ لا دول بنتين اهم، ودي بنت برضه مش عارف. تعالى كده يا شهير، تعالى بص اقرا. وده مين ده اللي اسمه شوكب بقى اللي مطلع رحله في الجامعه وانا ما اعرفش؟ وعاملها بجنيه ونص كمان بيقطع عليا. ها جنيه ونص؟ انا طالعها وش يا معلم. طالعها وش ايه يا ابني؟ انت بتصدق ده اكيد نصاب. بص جنيه ونص شامله الافطار الاقامه الانتقال الكافر. ده لو قصر يخسر مش هيعمل كده. هي حاجه غريبه فعلا، بس عارف ايه الاغرب؟ على ان يكون ميعاد الرحله الخميس القادم 4 في الشهر. الخميس الجاي مش 4 في الشهر اصلا. يا سادات ليه معلش كيلو اللحمة بستين قرش؟ يا سادات
عندي ليكي مفاجأة تجنن. خلاص يا حبيبتي، حلم حياتنا هيتحقق خلاص. لقيت شقة في المعادي ب 150 جنيه خلو. بس دي يا حبيبي منطقة مقطوعة قوي يا شيخ. فيروز يا عم؟ في فيروز حبيتك بالصيف. فيروز نسم علينا الهوا. مفيش فيروز اناناس؟ لا مفيش. طب في ايه عندك يتشرب؟ سبيتس. حسن شحاته هيفسحكم النهارده. الاهلي هو اللي هيكسب النهارده ان شاء الله وعلى رهان. حسن شحاته هيفسحهم ازاي؟ هو الاهلي هيلعب المنتخب؟ لا بقى كباتن ايدكم بقى على الحساب عشان نقفل ونروح الاستاد. اتفضل. ايه ده؟ جايبينها من بنك الحظ ولا رسمينها في حصه الرسمه؟ روح امك انت وهو. روح ام مين؟ يلا يا اوعى ايدك انت مجنون ولا ايه؟ قوم يا سمير. ايه انت مجنون؟ ما عادش فاكه اول ما عايز فاكه. هات بقى 20 اخلص 5 ما اسمعش صوت حد فيكم. هات. مظبوطين دول؟ مظبوطين ان شاء الله. هوبا سمير اكيد تشتغل. يعني البلد كلها بتشتغلنا يا شعير. ايه ده؟ بص اليافطه اللي هناك دي. يا نهار اسود. اتفضل. احمد زكي ويونس شلبي في العيال كبرت. وريني ام الملزمه الزفت دي عشان شامم ريحه البيانولا في كل اللي بيحصل لنا ده. ليه يا سمير؟ قلت لك يا سمير يا حبيبي تقرا اخر صفحه. التطبيق العلمي للجهاز يمكن أن يسافر عبر كل الحواجز الزمنية معتمداً على الشحنة الكهرومغناطيسية الموجودة بداخل شحن جهاز. عارف ده معناه إيه؟ ولا شكلنا اتشلحنا. مش جايز نكون بنحلم؟ ثلاثة بنحلم سوا؟ قول له. أفارة رام جمهورية. تعال تعال اديني المصري اليوم. نعم. اديني أي حاجة أنت هتصاحبني. هو ده قلنا له النهاردة؟ أيوة يا باشا. يعني التاريخ ده تاريخ النهارده؟ ايوه يا عم هتاخده ولا مش هتاخده؟ لا هو كده اوريدي كلنا اخدناه يا جماعه. اكيد اخدناه. طبعا طبعا. يوه الموبايل كمان ما فيهوش نتورك، يعني مش عارف اكلم حد يجي يطلعنا من هنا. بهير تعالى يا بهير. طلعنا منين يا حبيبي؟ احنا مش ممسوكين في اسم. فوق فوق. بس يا جدعان بس. فرجت. والله العظيم فرجت. عربيتي. العربية دي حضرات مليانة انبهارات ومفاجآت. أول انبهار الفتيس ده فيه أربع سرعات. أول تاني تالت رابع مرشديخ. بسم الله ما شاء الله رائعة ومبهرة فعلا. ناخد الانبهار التاني. الخطين دول يا حضرات مش زينة. أنت حضرتك بتبقى ماشي في الشارع بتلاقي فيه خط أبيض في النص عشان يحدد لك الطريق. في بعض الشوارع ما فيهاش خط أبيض. الخطين دول بيحددوا لك الطريق. أنا انبهرت. انا بهير نفسي انبهرت. اولا انا بكلم اخواتي طبعا. العربيه دي يا جماعه اول مره ينزل فيها ولاعه جوه التابلو. بص حد هيسالني من حضراتكم بقى افرض انا ما بدخنش. انا فعلا كنت لسه هسالك نفس السؤال. وانا تلميذ انا بحس بزبون. نفترض في يوم من الايام واحد صاحبك فاسد ركب معاك العربية وعايز يدخن، مش وارد؟ وارد طبعا. يدخن ولا ما يدخنش؟ يدخن يا معلم. خد الأخيرة دي بقى. عندك العربية يا ريس. احنا خلاص خدنا العربية. ممكن بس نقعد جوه نجربها كده؟ براحتك يا رب العالمين. خد راحتك. إذنك. حط ولاعة مكانها والنبي. ركبتوا؟ هركب. عامل لكم مفاجأة بقى، قلت مش هقول لكم عليها لما تركبوا. بص حضراتكم على الملاية اللي قدامكم دي. مالها؟ بصوا باتجاه الملاية هتلاقي اللي ورا انت شايفه. ايه ده ازاي ده؟ طب تسمح لي بس تقف انت ورا عشان اشوفك. اهو مين ده؟ صاحب المعرض. ما كدبتش عليك؟ لا خليك زي ما انت بقى. اهو انا هجرب. ها براحتك. خد يلا. يا
جماعه ما كانش ليها اي لازمه يعني نصرف بقيه ال 20 جنيه كلها على هدوم. 20 جنيه ايه يا ابني؟ ما قلت لك فرجت، العربيه دي هنقضي بيها مشاورنا ويوم ما هنتزنق هنفككها ونبيعها خرده. هو انتوا خلاص قررتوا ان احنا هنعيش في السبعينات؟ لازم نحط كل الاحتمالات لحد ما نقابل دكتور بصير ونشوف ساعتها بقى هيعرف يرجعنا تاني ولا لا. جزء اغبياء، انتوا الاثنين جزء اغبياء. عمالين تتكلموا في اي عبط وفي مصيبه انتوا مش واخدين بالكم منها. ايه؟ ايش ضمنكم الدكتور ده عايش ولا ميت؟ بهير يا حبيبي احنا رجعنا ورا مش طلعنا قدام. كل انت ترمس سمير سيبك من موضوع دكتور بصير ده، احنا نطلع لابونا هو اللي هيحل لنا المشكله دي. ابوك اللي مش طايقك في الالفينات هيطيعك ويقبلك في السبعينات؟ انت مجنون يا شهير. استنوا افتكرت حاجه مهمه جدا. ايه؟ التاريخ اللي شفناه في الجورنال ده هو نفس التاريخ اللي مامي كسبت فيها هوانم جاردن سيتي. طمك في المسلسل؟ لا، هوانم جاردن سيتي دي كانت مسابقه بتتعمل زمان في جاردن سيتي البنات العائلات الكبيره يعني اللي هي مامي منهم طبعا. المهم اللي حصل في المسابقه دي انا حافظه صم. مامي كانت مصدعاني بالحكايه دي بتحكيها لي كل يوم 9 مرات. يلا يا سمير اطلع بينا على جاردن سيتي. لا يا معلم، جاردن سيتي دلوقتي بيقول لك في ماتش اهلي وزمالك النهارده، عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان كوبري اكتوبر هيبقى زحمه ترس وانا مش هبهدل العربيه في الزحمه. يا حبيبي ولا في زحمه ولا في كوبري اكتوبر اصلا. بقول لكم ايه، انا ابويا وامي اتقابلوا برضه يوم الماتش ده، كان ابويا يومها عنده استعراض في مطار المازا. اطلع على مطار المازا يا سمير. لا لا، جاردن سيتي الاول. مطار المازا الاول يا سمير. بس 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 خلاص بقى دلوقتي، تعالى يا سمير ودينا يا سمير، وصلنا يا سمير. مش دي اللي كنتوا بتتريقوا عليها زمان؟ دلوقتي بقت البريمو. اسمعني يالا انت، وهو سمير بتاع زمان خلاص مات، سمير بتاع دلوقتي هو اللي معاه العربية، يعني هو اللي معاه الفلوس، والعربية دي مش هتتحرك من هنا من غير اذن انا. بس كل خير. ما تنطقوا. اقول لهم ايه؟ اقول لهم انت. انتريه بيج مشجر وفازه كبيره، ناس شيك قوي. لا، وطبق فاكهه كبير. والافراد؟ مش اسئله، ما تسكتوا بقى. ايه اللي جابهم معانا دول بس؟ انتوا مش عايزين معلومات دقيقه؟ خلونا نركز شويه. ايه في؟ تعالى بس يلا. فوق. بيعملوا ايه؟ كده ما بيعملوش حاجة. استريحتي؟ أهلاً. أهلاً. عرفي؟ أنا أشرب كاس. لا لا لا، بعدين. الله. الله 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 الله. وده كمان؟ واضح إن لولا دي ما بتزعلش حد خالص. إنسانة إنسانة إنسانة. طيب والخمسة في المية بتوعي؟ أنا موافق 5%. أكيد أكيد. يلا بي. طلع ليه؟ هي مين دي اللي طالعة؟ انزلوا انتوا هنا دلوقتي. دي ملهاش اهل يسالوا عليها. تقريبا لقيتها. ايه اللولة دي؟ ده انا تعبت. دي مش عوامة، ده ميكروباص.
ايه الاخبار يا عيشة؟ في معلومات خطيره موجوده قدامي. تقدري تعملي لنا منها كوبي؟ طبعا. انت بتبص على ايه؟ مين ده؟ ده الظاهر كان مستني دوره بس زهق. كل الملفات والجوابات جايه لهم من شركه في الصين اسمها واي اس دان كومباني، مشهور عارفها. كملي يا عيشة. في صفقات بينهم، وبيقولوا في اخر جواب وصل من اسبوع انهم هيبعتوا يقولوا له على ميعاد دفع عربون الشحنه، والباقي هيستلموه من بره. عايز كل المعلومات اللي تقدر تجيبيها عن الشركه دي. ليه هم طالبين موظفين؟ لا يا فالح، هنتعلم صيني. ودي فلوس مدفوعه الناس في الجمرك. هايل. سنتك سودا نسيم باشا. في ايميل جه من الشركه الصينيه، وده ظرف واحد سابه ومشي. مش مهم الظرف، الايميل فيه ايه؟ الايميل فيه بيقول لك هيبعته مندوب ياخد 200,000 دولار من تحت الحساب، وهيقول لك تحاول بقيه الفلوس على فين بعد كده. والمندوب بتاعهم جاي امتى؟ ما قالوش. طب سيب الظرف واستنيني بره. ايوه، مين اللي بيتكلم؟ حضر 1,000,000 جنيه كاش عشان تاخد الاصل. انتوا مين؟ احنا الماضي. ماضي ايه؟ ماضيك الوسخ. ارجع لورا. هو انتوا 1,000,000 جنيه يا معفن من نجلو؟ انتوا ما تعرفوش انا مين؟ انا هبقلشكوا نهايتكوا على ايدي يا صيح. رد فعله ايه؟ شكله مش عايز يتهدد. طب وبعدين هنعمل ايه في المصيبه دي؟ هو اللي جاب الروح. شانكو شيكا بالا شي توس واي سي دانغ سومو سومو سومو. يقولون لسيادتك انهم مندوبون شركه واي سي دانغ كومباني واتونا لاستلام الشيك، هل هي جاهز؟ قول لهم هكتبه دلوقتي. عايزينه باسم الشركه. سيكوكو بانسا بالوني ياهو. يقولون أنها لابد أن تكون بتاريخ اليوم. بتاريخ اليوم؟ أوكي، بتاريخ اليوم. شيكو نومو إيشا أم ربو أم غفار صومو. ودي مين دي؟ كولوكو زيني لا زوجته. زيني لا زوجته. خليهم يبلغوا الناس في الصين إن أنا هكمل الديل ده من سويسرا. بصص علينا، بصص علينا. طب اطلع بالمعلوم، اطلع بالمعلوم. سنين سنين يعني مش هزار. لا ميمي. سيكو لانا ميمي. يقولون لك سيكو لانا ميمي. الو. ايوه يا باشا. الوفد الصيني لسه ماشي. ايوه صرفوا يا باشا.
بأمارة سيكونانا مين؟ يا عم اركن وخلص. ها يا باشا، ازي سيادتك يا باشا، ازي سيادتك. اهلا يا باشا، اهلا يا باشا. مباح الصيني. ماشي 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 يا باشا. مع الف سلامة، مع الف سلامة يا باشا، مع الف سلامة. مع الف سلامة يا باشا، مع الف سلامة. محدش فاهم حاجة خالص خالص. اوعى وشك. عملت اللي عليا، هبقى اسيب لك نمري. يا عم في ايه؟ ما انا هشوفك. طب يا محسن سلام. سلام. ايه يا لولا الاخبار؟ فاكس غريب قوي جه يا باشا. يعني ايه فاكس غريب؟ الشركه الصينيه بيقولوا هيبعتوا مندوب ياخد شيك $200,000 مقدم العمليه الجديده. نعم. ما هم خدوا. يا ولاد الكلب، دول بقلشوني. هو في ايه يا باشا؟ مالكيش دعوه، روحي البنك شوفي لي مين اللي صرف الشيك. صباح الخير يا دكتور. معلش عطلك ثواني. ياسمين يعني معلش عادي ماشي. دي صاحبتي اصلا. يلا بنات بقى خشوا. يلا 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 يلا. مي وجيجي اقعدوا هناك. انجي وساره تعالوا هنا جنب ياسمين او جوه جوه وانا هجيب لكم. عبير وميمي ورا. اقعد هنا بقى عشان تبايدين المحاضره. انت ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ انت شيلتك ما فيهاش راجل خالص. وانا مش عاجبك يا دكتور ولا ايه؟ مش مهم. انا المصيبه انك عاجبهم هم. انا مستعد اقدم استقالتي للمجلس الاعلى للجامعه مقابل اني افهم هم عاجبهم فيك ايه. بقولك يا دكتور، لو ناوي تستظرف وتعمل نمره قدام المحاضره، انا ممكن اخد البنات وانسحب فورا واسيبها لك ناشفه. لا يا اخويا على ايه؟ خليها طريه، خليها اضطري. اتفضل اقعد. طب اسمعوا يا بهوات، مشروع السنه دي لا هيبقى محسوبيه ولا صحوبيه ولا حتى بالحروف الابجديه. مشروع السنه دي هيبقى بتواريخ الميلاد. يعني مثلا يا سمير، انت مواليد شهر كام؟ انا 29 فبراير. هتبقى في مجموعتك كل مواليد فبراير. اللي مواليد فبراير يقف. ايه ده؟ هندسه كلها فبراير؟ طب اللي مش 29 فبراير يقعد. هي دي مجموعتك يا سمير. يعني غير ان انا يمكن اعمل المشروع مع مجموعه اولاد بس، ما قصدتش ان اعمله مع الحمار ابن الحمار ده. ما هو حمار فعلا انه يخلف دخل زيك. يلا يا كلب السقه يا كومبارس. لا تجيب سيره السقه تبعك هنا يا شايف. بقول لك لا، مامي تعالي لي الكليه دلوقتي حالا. غلطت انا؟ مامي سيفوت غفوت. ايوه عشان انا قلت لك من الاول ادفعي لدكتور فاصيل عشان يرجعني زي ما بتدفعي لكل الدكاتره. يعني ايه مش عايز ياخد فلوس؟ ايه؟ معرفش ده هم اخواتي بيبو بشير دول ولا مش عارف اسمهم ايه بيتخانقوا. يا انتوا بقى اللي عاملين بلطجيه ومستصيعين لنفسكم. لا يا ده هو يا فوق لنفسكم. ده انتوا خش وقش وكرانيش ولا ليكوا لازمه. عليا الطلاق افوت فيكم الثلاثه ولا يهمني. طبعا انتوا شفتوا دكتور بصير المحترم، لكن ما شفتوش دكتور بصير العباقي اللي كان بينام على الرصيف. كنت بقول رصيف التاخر عشان انام جنبك. ده وانا في سنكم يا حيلتها انت وهو كنت بناي من بابا من المغرب. ها سمير منير الخطير، شهير منير الخطير، بهير منير الخطير. قلتولي بقى ان انتوا مولودين في نفس اليوم، يعني توأم. بسم الله ما شاء الله. صدقوا ان انتوا شكل بعض تماما. فوله وانقسمت ثلاث انصاص. ثلاث انصاص ايه؟ يا دكتور احنا فعلا اخوات بس مش توأم. مش اخوات وفي نفس اليوم؟ ما هي دي يا ابني اللي بيسموها توأم. ايوه صح، على فكره الراجل ده عنده حق. اخرس. ايوه يا دكتور احنا توأم. بص يا دكتور، انسى ان احنا الثلاثه يبقى مع بعض في مشروع واحد. انسى؟ طب انا احكي لكم بقى قصه كفاحي. المشروع ده انا ابتديت فيه يجي اكتر من 30 سنه ولسه مخلصه امبارح. ده ليه؟ عشان المشروع ده هيدخلني العالميه. يا دكتور مش هتقعد تحكي لنا قصه حياتك. حياتي
طب اسمع يا حياتي انت وهو، المشروع هيتعمل هيتعمل، وانا اللي هشرف عليه بنفسي. يخرب بيت قرفك، انت سايب المشروع اللي حطوك فيه مع اولاد شهيرة وبهيرة وقاعد تتفرج على السقة بتاعك ده؟ ما هو كله منك. حد قالك تتجوزي نطع زي ده؟ نطع صحيح، اللي خلف ما ماتش. انت طولي ابنك ليه اربع افلام في السينما؟ اربع افلام بقفاك يا روح امك. لا يا رب، لا يا رب، عملت فيها كده ليه؟ ما خلقتنيش اخو الاستاذ ولا حتى الحصان بتاعه. طب ولما هو حبيبك قوي كده ما تخليه يكلم لك حد ينقلك مع مجموعه تانية في المشروع بتاعك؟ وانا ليه هنا اكلمه بعد اللي كتبتيه عنه؟ احمدي ربنا ان الاستاذ بيعمل لي اعتبار ده بتليفون يجرجرك من قفاكي ويقفل لك الجورنال الاصفر اللي انت شغاله فيه ده. ايه يجرجرني؟ يقدر؟ المفروض واحد زيك يفتخر بامه اللي فضلت محافظه على نفسها عشانك وعشان جمهورها. انا كان زماني اكبر نجمه في مصر. يا سلام، سلامين ثلاثه. انا كان معروض عليا بطوله افلام كبيره، اميره حبي انا، الناصر صلاح الدين، عنتره بن شداد، حب وكبرياء. انا اللي كنت بقول لا، عمري ما رضيت امشي مع مخرج ولا اصاحب منتج ولا ارافق ممثل ولا اعبر حتى ريجيسير. انا اللي كنت بقول لا. انا ياما اتبهدلت اتمرمطت عشان اجيب لك اللقمه، عشان اكبرك واعلمك واخليك بني ادم. سامحيني يا ام، انا من ساعه ما لبست المشروع ده وانا مش عارف بعمل ايه ولا بقول ايه، بس الحاجه الوحيده اللي انا اعرفها ان عمري ما هلاقي ام زيك. ايدك ابوسها يا ست الكل. مفيش حد قاعد ليه يا ام؟ البنت عفاف راحت تقابل خطيبها، وميرفت صاحبها النهارده عيد ميلاده فرحت عشان تجيب له هديه صغننه كده. عقبالك يا حبيبي. يا ربي على الموال. يا ماما انا مش بتاع جواز. يا شهير يا حبيبي، انا نفسي اشوفك عايش احلى قصه حب رومانسيه مع واحده تكتب لك شعر، وانت كمان تكتب لها شعر. يا ماما انا ممكن اكتب شعر ماشي، اصاحب اوكي، بس مش ممكن اتجوز. انت متخيله شهير منير لو اتجوز في كام بنت في الجامعه هتنتحر؟ بيتهيألي الجامعه هيبقى فيها الولاد بس. وبعدين يا ماما والنبي فكك مني وركزي في شغلك. ده راجل ده يا ماما ولا ست؟ يا واد يا واد ما تستعبطش، دي طنطك دولت. اه صح، ازي حضرتك يا طنط؟ اهلا يا حبيبي. ايه التخن ده؟ دي معجزه انك قادر تتحرك. لا هي المعجزه يا طنط ان حضرتك اصلا لسه عايشه لغايه دلوقتي. وبعدين كفايه شد بقى، ده انت عينيكي بقت في قفاكي. يا واد عيب كده، ايه اللي حصل لك النهارده خلاك اتقلبت بالشكل ده؟ لبست مشروع التخرج مع سمير وبهير اخواتي. اياك اسمعك تقول اخواتي دي تاني. حاضر يا ماما. ماما انا لبست مشروع التخرج مع سمير وبهير ولاد خالتي. وهتعمل ايه يا ظريف؟ مش هعمله طبعا. مش هتعمله؟ انت عايز ولاد سميرة وبهيرة ينجحوا وابني انا ابن شهيرة يسقط؟ لا ما تخافيش، مش هينجحوا. بهير بيه، الهانم لو خدت خبر ان انا سبتك تسوق العربية هتقطع عيش. وحياة ديني يا عبد الصمد، لو جبت المامي سيرة اني سوقت العربية لخليها ترفدك وتشتري لنا سواق جديد. لا لا خلاص مش هقول لها. حبيبي ايوه ايوه يا سميره، ايوه بالظبط، انا سرقت الحصان، سرقت حصان عم اشرف بتاع الخضار اللي بيقف تحت البيت. اتنرفزتي؟ انا ارفزك اكتر بقى، وهسرقه كل يوم يا سميره لحد ما تبيعي العربيه وتجيبي لي حصان اروح بيه الجامعه زي الاستاذ. يلا سلام، ما تصدعينيش. ركن لي ده. ما تروحوش ها، استنوني تحت. سمير مش عايزك تزعل مني لما قلت لك كلب السقه كومبارس. لا يا معلم، كلب السقه دي عادي، كومبارس دي هي اللي ضايقتني، ما تقولهاش تاني يا شهير. حاضر. عالي قوي السقه ها؟ بيموت فيا. انا دراعه اليمين لعلمك يا راجل. بعرف اعمل كل حركاته، بنط من القطوره وبركب خيل وبتخانق مع اسوده وبخش في النار وبعمل كل حاجه. ايه ده؟
دي الوحيده اللي ما بعرفش اعملها، جبتها ازاي دي؟ لا دي صعب عليك قوي يا سمير. قول لي وانا هستوعب، انا لسه كنت بتدرب عليها. بعدين يا سمير لما نخلص من المصيبه اللي احنا فيها دي. سواجه معانا ولا ايه؟ لا شوفوا بقى عشان نبقى متفقين من الاول، انا في المشروع ده فلوس بس، يعني من الاخر تقدروا تعتبروني المنتج. ماشي يا عم السبكي، بقول لكم ايه، انا شايف ان احنا الثلاثه ابيض من بعض، تعالوا نعمل مشروع معقد ما يتفهمش منه اي حاجه، فالدكتور يضطر ينجحنا. صح، او يضطر يسقطنا. صح. ايه رايكم ان احنا نفاجئه ونقدم له المشروع اللي هو عمله في 30 سنه في 4 ايام؟ دي فكره جميله جدا طبعا يعني، بس مش شايف ان 4 ايام ده كتير يا معلم؟ تهبل يا ابني، عايز تعمل مشروع دكتور عمله في 30 سنه في 4 ايام؟ ايه احمد زهير يا ابني، ما احنا مش هنقدمه هو هو، احنا هنسرق المشروع ونغير فيه شويه حاجات كده ونلعب فيه ونقدمه له على انه المشروع بتاعنا. هو لما هيلاقي ان المشروع اللي احنا عاملينه شبه المشروع بتاعه 100% هيحترمنا وهينجحنا او هيكشفنا ويشلحنا. اسمعوا كلامي، الموضوع يستاهل ناخد الريسك. ناخد الريسك. تاخده يا شهير؟ اخده. سيبيه براحته، ده حاسك وصاينك يا اخويا. انت تقيله في ذوقك العكر. انا ذوقي عكر؟ حوش الله يرحم كريم وديك الشركسي. ده كان ماضي على فكره. ماضي اسود اصلا. ايه ده؟ الحضر بعت لي اهو. حسن حبيبي. هو لحق يبقى حبيبك؟ احنا هنعيده تاني. خليكي في حالك. يوري نقابلهم في الدايفنج. قشطه يلا. يلا؟ مش قلت لك حبيبي؟ انت هتجننيني على فكره. ايه ده يا عم حسن ده؟ ايه رايك بيبي؟ مية مية يا معلم بيبي، خش غير بقى. لا بلاش يا بيبي، انا هقعد استناكوا هنا، ما بعرفش اخلص، وبعدين انت عايز نلبس ده فضح البشريه دي؟ ده فضح بشريه؟ يا عم انزل شوف جمال بلدك من تحت المايه. مش لما نشوفها فوق المايه. بقول لك يا حسن، هو انت ما بتعرفش تعوم؟ اه. طب يا حسن، الغطس بيبقى عكس العوم، يعني انت كده في التمام. فعلا؟ اه. ايه ده مين ده؟ انت مين يا عم؟ انا دنيا، خلصونا بقى. افتكرتها احدى بنوتردام. استنى دي ليلى. الو. اه يا ليلى. انا في السنتر، انتوا فين؟ هغطس؟ طبعا هغطس، حد يجي شرم وما يغطس؟ لازم تشوفي جمال بلدك من تحت. ليلى انت شكلك كده ما بتعرفيش تعومي. لا بصي بقى، هو الغطس عكس العوم على طول، يعني انت كده في التمام. بصوا بقى، لو حد اتلسع من الفاير كورلز وطلع يوحوح انا مش مسؤول، ولو حد سرح اكتر من 18 متر وبدا يناركس وافتكر نفسه فريد شاوي وبيدور على رص البحر ما يخصنيش. ركزوا بقى في اللي جاي، القرش لو ظهر تحت المايه نتعامل معاه كانه كلب بلدي ماشي في الشارع. ماشي؟ حد عنده اي اسئله؟ اللي عنده اسئله يلخص، انا بتخنق بسرعه. لا مؤاخذه يا باشمهندس، ويعني بالنسبه للكلب البلدي ده نهشه ولا نزقله بالطوبه؟ ايه يا عم بالك ساعة اياكوا وركزوا، وناس تاهت وناس ماتت، واحنا جايين ننبسط ولا جايين نفجر المدمرة عيلات؟ مش عايز هزار. مين فيكوا أول مرة يغطس؟ أنت وهي تعالوا معايا. والباقي جاي. ها ليلى عاملة إيه؟ أساعدك في حاجة؟ طب تساعدني في إيه بقى؟ وأنت أول مرة تغطس زيك زيي؟ طب خلينا نجرب. طب ما ايه رايك نجرب تجربه احلى؟ ايه؟ نلبس عوامتين وزده ونشوف بلدنا من فوق المايه. خليني نشوفها تحت المايه هتعجبك قوي. طب ممكن ما تسيبنيش تحت المايه؟ وما تسيبينيش انت فوق المايه ممكن؟ يا نهار اسود وجنان. ما تقلقيش بهزر معاك، يلا نجهز يلا. يلا. ايه يا عم مش تحاسب؟ انت سكران ولا شارب ايه بالظبط؟ عادي يعني ايه اللي حصل؟ معلش. اصل دي اول مره اغطس فيها لوحدي كده يعني. يا نهارك اسود، امال كنت بتغطس مع مين قبل كده؟ اجانب. ايه؟ بس احنا في عرض. بس انا عمي صاحب المركب دي ومطلع عين اهلي اللي جابوني، ودي اول غطسه ليا لوحدي، كل مشكله تحصل يقول لي شايف الانابيب اللي هناك دي؟ عارف احطها فين؟ ايه ده انت تعرفي عمو؟ لا بس اعرف عمته. فكريه؟ لا مجد، بقول لك ايه ما تقلقش، انا بعمل دايفنج بقالي 7 سنين وهنزل معاك بادي. بجد من نعمه؟ الهي يسترها معاك يا شيخ دنيا واخر. طب اسم حضرتك ايه يعني بس عشان انبهلك تحت المايه لو حصل حاجه؟ فريده. الله، ده اسم ملوكي، محسوبك روبرتو. بقول لك ايه يا دنيا؟ ايه؟ هي ليه الانبوبه بتاعتي مختلفه عن الانبوبه بتاعتكم؟ ايه ده؟ بتطفيت حريق؟ انت رايح يا عم ترخص في المرور؟ ليه لقيتها بقى؟
طب يلا سندني. بس تصدقي لونها احلى. يلا يا اخوانا القرش لو ظهر اتعامل معاه كانه كلب بلدي ماشي في الشارع. يلا روبرتو روبرتو وقف وقف القرش كده اربعه المان. يلا بس بس ما تقلقش الراس ما احناش المان. انت عبيط يا ماما. لا 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 ما تقلقيش هننزل ميه ازاي بس يا ماما والقروش دي لا كله تمام. حسن انا خليت لك الجو ظبط بقى ها واقلع بدله سبايدر مان دي. طيب يا حبيبتي هكلمك بعدين. ماشي باي باي مع السلامه. حسن غاده ازيك؟ ازيك انت؟ ايه الصدفه الحلوه دي يا سونا؟ انا تمام الحمد لله. شكلك يهبل في الدايفنج سوت. وانت كمان يعني ما شاء الله عليكي يعني. والله يا حسن ده انت سكر خالص. والله ده انا كنت لسه بكلم طنط سميره وبقول لها حسن ده محترم وطيب بس يا رب يا رب ما تكونش زعلان مني من اخر موقف حصل بينا. لا لا خالص ازعل منك ليه؟ ده انا اللي زعلت علشانك. انت ليه بتقول كده؟ ازعل منك وكمان يا حسن احنا ما لحقناش نقعد مع بعض يعني. هنقعد مع بعض يا غادة؟ هنروح فين يعني؟ اول ما نرجع على طول ان شاء الله نبقى يعني نقعد مع بعض بجد. حسن رجلي رجلي حسن دي ولا ايه؟ يا ليلى ايه اللي حصل؟ رجلي رجلي يا ليلى انت ناويه ناويه يا جماعه حد يشيك على التنكات ويشيلها من هنا. ورجلي ليلى يا عم. يا عم ورجلي ليلى. واو يا حسن على الشهامه والمرجله. طب وحياه طنط سميره بقى تنزل معايا الغطسه دي. ايه تاني؟ ايه سكسي يا خان سكسي يا خان يا حسن سكسي يا خان. سلامتها يا سونا. يا حسن يا لهوي جالي هبوط هبوط مفاجئ. شيلني شيلني يا حسن مش قادره اقف. شيلني ماشي من هنا. بكلمني يا حسن. اتفضل هتكوني احسن دلوقتي ان شاء الله. اصل انا هبطت فجاه مش عارفه ليه دخت كده وجالي هبوط مفاجئ. ايه ده انت بتلبسي نظاره؟ وحشه حلوه جدا. ايوه دي غاده. ايه جالي هبوط تاني تعبانه. طيب تحبي نقوم نتمشى؟ انا ابويا لما كان بيجي له هبوط كان بيمشي. انا ابويا كان بيجري بقى على فكره. يلا. انا اسفه قوي اني اتدخلت بينك وبين صاحبتك فجاه كده. مين غاده؟ لا غاده مش صاحبتي خالص. بتبقى بنت عم خالد مرات واحده صاحبه جارتنا مش اكتر. بجد؟ اه ده انتوا تعرفوا بعض من زمان قوي على كده. لا مش من زمان قوي ولا حاجه يعني انا وهي اتقابلنا مره كده بس مفيش بينا كيمياء. طب وليه مفيش بينكم كيمياء؟ يعني في حاجات كده انا بقف عندها في البنت. ده غير ان هي برج العقرب وانا سرطان والسرطان والعقرب. انت برج السرطان؟ اه قول والله العظيم. والله العظيم ليه؟ انا كمان برج السرطان. بجد؟ كان قلبي حاسس والله. قصدي يعني انا فاهمه انا فاهمه كويس قوي انت بتتكلم في ايه على فكره. انا عارفه انت قصدك ايه. الحاجات دي بتبوظ لما ما تبقاش مظبوطه على فكره. ايوه ايوه انا فاهمه طبعا مظبوط. طيب وايه كمان بتقف عنده في البنت؟ لا هي مش حاجه معينه بس عارفه لما تكوني قاعده مع حد ويبقى في زهق كده فتطلعي تليفونك تدوري فيه على اي حاجه تلعبي جيم يعني. عمرك حسيت الاحساس ده؟ يو كتير قوي. بس تعرف انا اكتشفت حاجه بقى في الاخر انك انت لما بتيجي على نفسك عشان تبسط اللي قدامك او تعمل حاجات عمرك ما كنت متخيل انك تعملها عشان يبقى فرحان اعتقد ساعتها بتحس انك ممكن تكون بتحبه يعني. وبتقف عند ايه كمان؟ هي مش حاجات كتير بس اولهم تنزل دنيا. ما تنزلي بقى يا دنيا انا ضهري وجعني. مش نازله. لا انزلي. اوه انزلي بقى. طب والله العظيم لو هقتلك لا الاصل ده حرام عليكم. الاصل طب طلعي العيال من جوه. ده العيال بلدنا. اطلعي اولاد بره. الموضوع هيكبر. ماشي يا دنيا ماشي يا دنيا. شوفي بقى مين النهارده هيفسحك بالليل. فضح بنتم ودنيا هربانين من فيلم الكرتون. ايوه فعلا هم حياتهم كلها كرتون. انا اصحاب من ايام الجامعه دايما كنت اذاكر لهم هم يجيبوا جيد جدا وانا اجيب جيد ازاي ما اعرفش. ايه ده وانا كمان فريده كانت دايما تغش مني في امتحان التربيه القوميه. ايوه وبعدين بس هي دي الحكايه. محدش يجيب سيره فريده يا ظريف منك ليها. ايه ده اهلا اهلا. اخبارك ايه يا ليلى؟ اخبارك ايه يا حسن؟ ها اخبار رجلك ايه؟ احسن الحمد لله. احنا بالليل سوا سوا ها؟ اكيد اكيد. طب انجوي بقى يا فريده ساندني يا حسن. بركاتك يا استاذ حسن. رجلك كويسه دلوقتي؟ احسن كتير الحمد لله. قولي لي بقى ليلى يعني انت عمرك عملتي حاجه غريبه مش متعوده تعمليها عشان خاطر حد؟ عشان صحابي عملت بقى. لا 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 مش صحابك حد حد يا ليلى. ولد يعني؟ طبعا عملت يعني انا مثلا ما بشربش خالص واول مره في حياتي شربت عشان كان في ولد عاجبني بيشرب. طب انت بتضحك ليه؟ متضايقني ما بشربش؟ لا بس انا عملت زي كده بالظبط.
أول مرة شربت فيها كان عشان خاطر واحدة، بس بعدها اتضايقت من نفسي أوي. طب وكملت بتشرب ليه؟ عشان تنسى؟ لا مش عشان أنسى. أمال إيه؟ عشان أعجب، وده أسوأ بكتير. بس عارفة؟ أنا النهاردة حاولت أعمل حاجة غريبة أنا مش متعود أعملها عشان خاطر حد. إيه؟ حاولت أغطس وأنا أصلاً ما بعرفش أعوم زيك كده. النبي يا حاجة، ما تعرفيش واحد ساكن هنا اسمه بصير؟ اه يا حبيبي، عند الضرب اللي هناك ده. فين عند الضرب يا حاجة؟ جوه الضرب، ما هو اللي بيتضرب. هو اللي بيتضرب هناك ده؟ ده أنا وأنا في سنكم يا حيلتها أنت وهو، كنت بنايم من بابا من المغرب. أربعة على واحد مش رجولة يا كباتن. حاسب، ما كانش اللازمة اللي أنت عملته، كان كلها ربع ساعة كانوا هيزهقوا ويمشوا. أنت كل يوم متعود تضرب في الشارع كده؟ كل يوم، ما عدا الجمعة، الجمعة بقى أنت عارف إنه إجازة، ما بنزلش من البيت خالص، بيطلعوا هم يضربوني هنا. إيه ده؟ وإيه اللي في صدرك ده؟ دي رصاصة. أنت كنت في الحرب بقى؟ لا في الشارع برضه، الأسبوع اللي فات ماشي نفس العيال راح ضربين عليا نار، الشاذة هي اللي عورتني، لكن الحمد لله ربنا ستر. You are the one for me, for me, for me, for me, formidable. من فضلك. بهير هانم بهير. قاعدة هناك على ترابيزة أمير هانم أمير. ميرسي كتير. سيلفوبيه يا أخينا، المكان ده محجوز. مش هتيجي أفندم؟ هي مين دي اللي مش هتيجي؟ مشيرة أختك مش هتيجي، لأنها أصلا مش جاية عشان تحضر الحفلة، دي جاية عشان تقابل مشير جاركم اللي ساكن قصادكم. أنت بتقول إيه يا أخينا أنت؟ وبعدين أنت تعرف مشيرة هانم أختي منين؟ أنا أعرف حاجات كتير محدش يعرفها. أعرف إن اسمك بهيرة بهير، أعرف إنك ما بتحبيش تلبسي صنادل عشان متعقدة إن صباع رجلك التاني أطول من الأولاني. أعرف إنك لحد دلوقتي ما بتعرفيش تنامي غير والنور مولع. أعرف إنك عشان تخرجي النهاردة كدبتي على بهير بيه والدك وقلتي له إنك رايحة تزوري صاحبتك العيانة أميرة أمير. لا بقى، أنا هتصل بالمورستاني بيالتك من هنا، بقى مستقبل يا ابني اللي أنت جاي لي من. والله العظيم زي ما بقول لك بالظبط. طب بص لي كويس، دي باروكة، الهدوم دي أنا لسه شاريها قبل ما أجي لك دلوقتي حالا. بقول لك يا ابني أنت، إن ما مشيتش من هنا أنا هطلب ريس النجدة. استنى طيب، بص الصورة دي. الصورة دي أنا مصورها لك الأسبوع اللي فات في المحاضرة. لا مش انا. هات بلاش دي. امسك الملزمه دي، افتح خطك ده ولا مش خطك، خطك ده ولا مش خطك. عرفني؟ عرفني؟ قلب الأب يا أبويا، حرمتني منك سنين. ازيكم يا بنات؟ ازيكم، وحشتنا قوي يا منير. عايزين تروحوا فين بقى؟ جزيرة الشاي يا منير. طب يلا بينا. هو أبوك صحيح ندل وبيعنا؟ فعلا أبوك ده كان زي القمر، كانوا كل البنات لما يشوفوه كانوا بيتهبلوا عليه. ده كان واخد جايزة ملك جمال شاطئ ميامي سنة 69. مش ممكن، منير الخطير ملك جمال شاطئ ميامي سنة 69. ايه ده، انت عرفتني؟ انت كنت موجود في الحفلة ولا ايه؟ طبعا، ده انا رشحتك انا و120 بنت من اصحابي.
120 بنت. لا ده انت تيجي معانا بقى. اركب اركب يلا. اركب فين؟ اركب في اي حته. تعال انا فعلا كنت بفكر في مشروع كده بس الامكانيات ما ساعدتنيش، واللي انت بتقوله ده شبه مستحيل. والله العظيم انت كملت ونجح، والدليل ان انا واقف قدامك اهو. فين الجهاز اللي مرسوم في الملزمه؟ الجهاز اللي خلق الفجوه الزمنيه اللي انتوا جيتوا منها. لا ده اختفى اول ما نزلنا السبعينات. طب اقول لك حاجه، ممكن تروح تجيبه وتجيبه لي وانا ارجعكوا عادي. وانت فكرك يعني ان انا لو رجعت هجيب الجهاز وارجع لك انت تاني ليه؟ والله كلامك صح يا سمير افندي، بس ايه العمل دلوقتي؟ اصل انا شايفه ده في امكانيات متطوره، بامكانياتي المحدوده انا مش عارف اوفقها ولا لا، بس انا هجرب يا سمير افندي هجرب. انت تسيب لي عنوانك ولا ابعت لك تليغراف؟ لا انا هاجي لك اسهل. بقول لك يا بصير، ما تعرفش بيصوروا الجزء التاني بتاع عنتره فين؟ بس انت شكلك خلبوس، ما نزلتش عينك من على سوسو طول القعده. عيب عليك. عيب عليا ليه؟ عرفتك؟ لا قريبتي ايه يا معلم؟ لا عيب عليك، دي بنقولها عادي كده. بص مش هتفهمني. قشطه قشطه قشطه. انت جعان يا عم ولا ايه؟ نفسك في القشطه؟ لا بقول لك ايه، فكك مني خالص وما تسالنيش عن ايه. فكك، هي طريقه كلامي كده. ولعلمك الطريقه دي بتجيب قوي مع الحريم. بتجيب مع الحريم؟ بتجيب ايه مع الحريم؟ بتجيب مع الحريم يا منير، يعني بتخليني اتعرف اسرع على الحريم، بتخليني اصيع مع الحريم. لا بس عمرك ما هتبقى اصيع من منير الخطير، انسى. لا اصيع. تعرف انت ايه يا منير عن البنت؟ اعرف يعني البنت؟ مش فاهمك انت يا ابني. يا ابني البنت دي كائن ملائكي، مرهف الاحساس، فياض المشاعر. فياض المشاعر؟ ده اخرك في الصياعه. طب اسمع دي، البنت يا منير زي طبع البوستر، تتف عليها تلزق. صح يا ابني الايه؟ صح، برافو برافو. طب اسمع دي كمان، سيب البنت تحبك، حب البنت تسيبك. برافو برافو، انت مدهش يا خبر ابيض. لا لا لا، انت من النهارده صديق. ربنا يخليك. مدهش مدهش. ايه ده ايه ده بس يا منير، رايح على فين؟ لا لا سيب لي نفسك، هاخدك معايا مشوار كده في السريع وما تقلقش خالص. الله، ايه ده؟ فيلم عنتره بن شداد، ملك الترس وفريد شوقي. ده اخرك في الاكشن؟ احمد ربنا ان الاستاذ لسه ما اتولدش. يلا يا جماعه يلا يا جماعه، الملك جاهز، هنصور. يلا كل واحد في مكانه. اتفضل يا سعيد، اتفضل شوف شغلك. بقول لك يا صاحبي، ما تعرفش واحده بتصور معاكوا هنا اسمها سميره سمير؟ ايه اللي اعرفها؟ في حد ما يعرفش سميره سمير؟ هي وعدم لا مؤاخذه تخصك في حاجه؟ اشمعنى؟ اصل من ساعه ما بدانا تصوير وهي تقوم من على حجر المنتج، تقعد على حجر المخرج، تقوم من على حجر المخرج، تقعد على حجر المؤلف، تقوم من على حجر المؤلف، تقعد ولا استغفر الله يا اخي، ما توقعنيش في الغلط، ما بحبش اخد فقرات حد. الله يسترها على ولا ايه. متاخره متاخره دعوتك يا عم القرد. انا عمري ما رضيت امشي مع مخرج ولا اصاحب منتج ولا ارافق ممثل ولا اعبر حتى ريجيسير، انا اللي كنت بقول لا. الله يرحمك يا امه، انا امي ماتت قبل ما تولدني. اتفضل روح البس يا استاذ. يا سعيد خد الاستاذ لبسه وادهنه اسود وارميه بالعبيد. عبيد ايه يا عم؟ البس ايه؟ يلا يا جماعه خلصوني، عايز اشتغل. هتفضلي بصالي كده؟ مش هتفرجي على بقية المسابقة؟ لا أنا مبسوطة وأنا بصالة كده، بعدين نتيجة المسابقة معروفة، أكيد نظيرة نظير هتفوز زي كل سنة. مش صحيح، نظيرة نظير مش هتفوز السنة دي. إزاي؟ لأن كعب جزمتها هيتكسر دلوقتي حالا وهتقع وتتعور ومش هترضى تكمل المسابقة. أنت إيه؟ إنس ولا جن؟ بشر؟ ولا ملاك؟ شكلك غريب وكلامك غريب، كل حاجة فيه غريبة. عرفت ازاي ان هيحصل لها كده؟ قلتلك انا اعرف حاجات كتير محدش يعرفها. طيب قولي مين اللي هتفوز بالمسابقة. بهيرة. بهير؟ انا مش معقول، انا اصلا ما دخلتش المسابقة. هتدخلي؟ رئيس المسابقة هيطلع دلوقتي وهيعلن ان نظيرة نظير مش هتقدر تكمل المسابقة. نظيرة هانم نظير مش هتقدر تكمل المسابقة. واللي يحب يشترك بدلها ممكن يتقدم. ولو في حد عايز يشترك بدلها في المسابقة ممكن يتقدم. بشرط انها تجاوب على الثلاث اسئلة اللي هتتسألها. بشرط انها تجاوب على الاسئلة الثلاثة اللي هنسألها. اللي تحب تتقدم ترفع ايديها. اللي تحب تتقدم ترفع ايدها. ارفع ايديك.
ارفعي ايديك. بهير هانم بهير، اتفضلي. يا معلم مستودع الحريم ده. المسابقة دي بقى هي اللي بتفوز بيها البنت الكاملة من كل حاجة. الثقافة، اللياقة، الأناقة، اللباقة، الشياكة. بس ميس ايجيبت يعني. بس تصدق شوية حريم يهبلوا. ايه حريم؟ حريم مش قديمة شوية الكلمة دي يا شهير ولا ايه؟ استني. نعم. هيسألك لو كسبتي 20,000 جنيه هتعملي بيهم ايه؟ أقول له ايه؟ قولي له هتتبرعي بيهم لأي حاجة خير. حاجة خير زي ايه؟ 57357. قولي له أيتام. داكوغ. تاني سؤال هيسألك مين الشخصية التاريخية اللي نفسك تقابليها؟ أقول له مين؟ قولي له سندباد. داكوغ. والسؤال الثالث؟ السؤال الثالث كنت قلتي لي ايه السؤال الثالث؟ السؤال الثالث يا أمي واحنا بنتعشى. أيوه هيسألك ايه هي عاصمة تركيا؟ أنقرة. أنقرة. يلا اطلعي وادعي لي. شفت بقى؟ طيب انا يعني هروح الحمام كده 5 دقايق عن اذنك وجاي لك تاني. اوكي بيس بيس. ايه بمعنى غور. فريد ادي وقع. ما قلت لك فريد شوقي خلاص عجز، لا بقى يعرف ينط ولا يركب خيول. مش كنت شفت لنا واد كده يعرف يركب الخيل وينط عليها حلو؟ انا فركش يا باشا. هي فلوسك حرام. خلاص انا هتصرف. شوف لنا اي واد دوبلير يعمل مشهد بتاع الحصان ده. اهوت مش كنت جبت لنا الواد اللي طالع جديد اللي اسمه عزة العلالي؟ واد امور كده ومحفلط وبيعجب البنات. شايف الواد دوت؟ يعني مش بطال، بس هو عامل ورور كده، عامل زي فرد الحمام اللي مش متضغط ليه يا باشا. اذا كان على ده يعني احلها لك. احلها لي كل حاجه عندك جاهزه. ايه هتنفخه؟ عسل. عسل يا باشا عسل. يا ابن الجنيه شوف الواد نط نطه خدهم كلهم على الارض ازاي. شايف الواد ده اكتشاف. طب تصدق انا همضيه وفي خلال سنة هخليه بالمنتو بتاع الشرق كله. خلاص نمشي فريد والولد الهايل ده يكمل. عبقري يا باشا عبقري. عبقري. تصدق انت فقعتها لي. المرارة. لا حلو 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 حقيقي. ورجعنا لكم تاني وبرنامجكم دكتور حب. من زمان وانا بحب اتفرج على افلام الابيض واسود. كنت باخد بالي من حاجه مهمه قوي. الناس كانت بتحب بعض بالشياكه. حتى الاغاني كلامها كان محسوس ورقيق. انما دلوقتي الولد بيقول للبنت خليها تاكلك. يخرب بيتك وبيت اهلك وبيت اللي جابوكي بالمره. بس يظهر ان الوقت بيسرقنا. الخوف والمصلحه والقلق خلونا نحب بسرعه. تكاوي زي السندوتشات الجاهزه كده، مع ان حاجه غريبه قوي. الاكل اللي احنا بنتعب فيه واحنا بنحضره بيبقى طعمه احلى بكتير. وبناخد اول اتصال معانا. الو الو مساء الخير. مساء النور. اتفضلي نتعرف بيكي. انا دقه قلب. دقت قلب حضرتك بقى اللي بتكتبي عني في المجله وهرياني معاها. اتفضلي يا انسه احنا تحت امرك. يا سلام، يعني هي البنت مولوده وفي دمها الاذيه. هو حضرتك ما بتنزلش الشوارع ولا ايه؟ ما بتتفرجش على الاولاد اللي عمالين يضايقوا البنات ويبصبصوا لهم في رايحه وجايه وفاكرينهم سخره لخيالهم وكيفهم؟ من الاخر انا مش قصدي هاجمك على فكره، وانا ما اعرفكش خالص، وانا من البنات اللي انت بتشتكي منهم الحمد لله. بس الله يكون في عونها اللي تفكر في واحد زيك شكاك، فاكر الدنيا كلها ماشيه شمال وهو عايزها يمين. كلنا فينا الوحش والحلو على فكره. الو الو الو. انا متشكر جدا يا انسه على وجهه نظرك اللي كلنا بنحترمها في البرنامج. هو حضرتك اسمك ايه؟ ليلى. اسمي ليلى.
جماعه ما تصحوا معايا شويه. يا حسن فيها يا حسن؟ احنا معاك يا حسن. فيها حسن لما تطلع ليلى دقت قلب او دقت ليلى هو قلب؟ لا فيها بمبم فيها. يعني الكلام اللي قالته لي دلوقتي في التليفون وكمان المقالات اللي بتكتبها غير ليلى خالص اللي انا اعرفها. يعني السهر والشرب كل الكلام ده كان كذب في كذب. يعني معلش يا حسن عشان احنا مسقطين وعايزين ننام جدا، فممكن تقول لنا انت بتفكر في ايه؟ انا حسن بتاخر وقت بالاخر الله يخليك. انا بس عايز اعرف يا ليه كانت بترسم عليا دور الصايع من الاول لما هي اصلا مش عاجبها الحال المايل؟ عشان هي اتعرفت عليك في بار يا حسن. يا حسن افهم يا حسن، مفيش واحده هتمشي مع واحد كل ده وضد مبادئها الا ما تكون معجبه بيه زيك انت بالظبط. وبعدين بقى سيبك بقى من الحوارات دي كلها ولا ايه يا عم مليجي؟ شفت بقى عايز انت بقى ايه من ليلى بالظبط؟ عايز ايه من ليلى؟ عايز اتاكد انها بتفكرش في الواد السيس ده وان انا ما كنتش كوبري. يا حبايبي عبدو ازيك؟ الحمد لله على السلامه. ايه ده لولا ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام. عبدو جه مصر عشان يقابل مامي بابا. لا مبروك يا فريده. ايه يا حبيبتي اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ شارم ستايل بقى السكه الجديده. ربنا ما يحرمكيش من الهبل ابدا يا فريده. مبروك يا اولاد. الله يبارك فيكي. انا سليلة ممكن الورد عشان حضرتك. عشاني انا؟ ايوه. مين اللي بعته؟ مش عارفه، ده معلهوش كارت حتى. اكيد حسن. لا اكيد مش حسن، ده اكيد كريم. كريم اخس. ايه يا حسن انت هتنخ من اولها؟ انت مش كنت عايز تتعرف على دقه قلب؟ خد ذاكر بقى، ادي كل الاعداد اللي فاتت. انا من رايي انك تكلمها يا حسن. ايوه المفروض اكلمها طبعا، بس اكلمها اقول لها ايه؟ حسن انت هتكلمها من غير ما هي تعرف. ايه ده ازاي يعني؟ ستيوبيدز. اس 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 وعايز اقول لك كمان ان البنات اللي زيك اليومين دول ما بقوش كتير خالص. البنات اللي زيي مش كتير ازاي يعني؟ وحضرتك انا ليا تصنيف محدد؟ الكلام اللي انت كاتباه ده كلام واحده عايشه في عالم اوسط من اللي احنا عايشين فيه. انا عن نفسي خلاص كنت ابتديت احس ان اللي زيك مش موجودين اليومين دول. لا هو انا مش فالته في التاريخ يعني، انا بتكلم بلسان حال كل البنات في البلد. انت عارف ان قصاد كل بيبي ولد بيتولد في ست بنات عشان كده بيمرمطوه ويبهدلوه. يعني انت عايزه تفهميني ان انت ما قابلتيش راجل واحد في حياتك؟ لا قابلت، بس الحلو ما يكملش بقى. يعني ايه الحلو ما يكملش؟ يعني طلع خفيف، اي واحده ممكن تشده وتاخده من ايده ويمشي بيها عادي. لا فكري كويس يا ليلى، ممكن تكوني ظلماه. لا ما خلاص بقى ما بقاش ينفع، وبعدين هو مقضيها مع واحده تانية شكله مبسوط. يمكن يكون لسه بيحبك. بيحبني؟ تفتكر؟ افتكر ليه لا؟ لازم تجربي وتكلمي، لانه يمكن يكون هو كمان عايز يتكلم وخايف. كل ما بشوفه ببقى عايزه اجري عليه واتكلم معاه، بس اول ما بلاقيه في وشي بسكت، وهو كمان بحس انه عايز يقولي كلام كتير بس بيسكت. انا مش عارفه اعمل ايه. وانا بصراحه مش هقدر اقول لك تعملي ايه، بس كل اللي انا عارفه وفاهمه ان كلمه بحبك لازم تتقال تتذاع يا ليلى. عمته بتقول لك ظبطي الكام سطر دول تاني. اوكي ماشي. في ايه يا ليلى مالك؟ بفكر اروح لبمبم ودنيا الدوبلاج النهارده. بمبم ودنيا برضه؟ انا خايفه قوي يا فريد. يا بنتي ما تخافيش، مش احسن ما انت قاعده تشخبطي في الورق كده وتهري تنكتي في نفسك؟ استنى ايه ده اللي اتفقنا عليه؟ تحبي اجي معاكي؟ ليه عشان يقول عليا هفق؟ صح كده تربيتي. ميرسي يا فريد.
المفاجأة اللطيفة دي. هو ده الجلاش؟ اه هو ده الجلاش. انا اصلي كنت قاعدة فاضية فقلت اجي العب معاكوا شوية. هو الدوبلاش بيبان لناس فعلا كتير قوي انه لعب، اما في الحقيقة هو مهم قوي. كلنا بنعمل دوبلاج لنفسينا واحنا مش واخدين بالنا، بنركب وش قدام اللي حوالينا واحيانا بنحط عليه صوت كمان، ويمكن العكس. يمكن العكس. طيب كل سنة وانت طيب. وانت طيب. طب افتحها مش يمكن ما تعجبكش؟ اكيد هتعجبك. أنا عارفة من غير ما تتكلم ولا تقول أي حاجة. حسن! طب نور اللمبة الحمراء يا أخي. أستاذ عزمي مدير المحطة أنسة ليلى أو دقة قلب. آه أنت بقى الصحفية اللي هريانة في الجرايد. لا أبداً والله يا فندم، ده أنا خلاص أنا والدكتور حب أنا بس فريندز خلصت. لا يا شيخ. طب روح أنت يا حسن شوف اللي وراك إيه. حاضر. دي هكون عندي. ده إحنا هنقعد أنا وهي نسمع حلقة الدكتور حب. ما تقلقش. قولي لي بقى اللي عاجبك في حسن الراجل ولا المان؟ الاثنين. مساء الخير على كل مستمعينا، واحنا النهارده معاكم مع حلقه جديده وبرنامجكم دكتور حب. الحقيقه الليله دي حلقه مهمه جدا على الاقل بالنسبه لي، والاسبوع الجاي ان شاء الله دكتور حب الحقيقي هيرجع لكم تاني. اسمحوا لي الاول قبل ما ابتدي الحلقه اني اعتذر. اعتذر للي كلامي في وقت من الاوقات جرح او ضايقه، وخصوصا البنات. البنات اللي انا زعلتهم مني قوي الاسابيع اللي فاتت، انا اسف. تاني حاجه كنت عايز اتكلم فيها وهي حاجه مهمه قوي، هي الحب. الحب ومن غير اي هزار ولا تريقه اهم حاجه في حياتنا. يمكن يكون السبب اللي معيشنا دلوقتي هو الحب. العشره بين الناس حب. حبك لاهلك، لجيرانك، لاصحابك، حتى مديرك في الشغل. يا ريت كلنا نقدر نقدر قيمة الحب، لأنه حاجة مهمة جدا اليومين دول. على قد ما الكلمة تبان بسيطة وسهلة، لكن أكيد ربنا ليه حكمة كبيرة أوي في بساطتها، لأنها بقت عملة نادرة. لو لقيتها حافظ عليها. كل اللي هقدر أقوله لكم إنه مهما حصل بلاش الظروف والدوشة والزحمة والخبط اللي إحنا عايشين فيه يغيروا مننا. بلاش بسبب موضة أو أي حد مأثر فينا نغير من نفسنا من غير ما نحسب التأثير ده يكون إيه. مرة سمعت حكمة جميلة قوي من حد أنا بحبه. الأشياء ليست كما تبدو، وكذلك الأشخاص. حد بحبه، بحبه قوي. أنت زي ما أنت، وأنت كمان خليك زي ما أنت. مش لازم نلبس وش عشان نعجب التاني، مش لازم نغير من نفسنا وخلاص عشان نعجب. الحكمة التانية اللي كنت عايز أقولها لكم النهاردة في حلقتنا: كن واثقا من إحساسك. وانا عن نفسي من ساعه ما ابتديت افكر في الكلام ده وكل حاجه اتغيرت. في انتظار رسائلكم ومكالماتكم معانا في الحلقه. والاغنيه دي اهداء مني شخصيا ليكم. طب والله العظيم والله العظيم والله العظيم كنت حاسه ان ده انت. انا ليه عملت فيا كده؟ ليه ما قلتليش على طول؟ متهيألي احنا الاثنين كنا محتاجين نتأكد. وعموما كلها 3-4 سنين بالكتير قوي. على ما نتأكد؟ لا، على ما نشتري المركب سوا. انا بحبك. انا كمان وبعدها نبحث عن مكان نسهر فيه. إذا أعمل عملك، هذا العمل ممكن أن يكون ممتعا كالراحة. مبروك. ده أسعد يوم في حياتي النهاردة. يا فندم، منير بالخطير بعلم حضرتك دول. ميرسي. بوبي. من غير ما تفتحيها. بيعزمك على بارتي عنده في البيت بالليل والعنوان في ظهر الورقة. مش هروح البارتي ده غير لو أنت جيت معايا. انا اخيرا لقيتك وعمري ما هقدر اتخلى عنك ابدا. فندم بهير تعالى معايا، احنا لازم نروح. مش اجي معاكي فين؟ يلا
جامده قوي في الفخينه. الايه؟ اه ده انت صحيح. بص يا معلم، جامده قوي المانجا على الجوافه على الفراوله اللي عليهم الموز والتفاح من فوق. ده انت البت بتاعت المسابقه كان لازم فعلا تحلق لك. تحلق لي؟ لا انا عمره في بنت حلقت لي. انا بحلق عند محمود لبيب شاب، انما ايه هتاخدك تحلق عنده. اوعى بقى خليني حاسس. اوعى. اسمها الايه؟ فخفخينه. الزمالك قادم. بس يا حبيبي بس. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، انتوا توأم. اسمك ايه يا حبيبي؟ ابراهيم. وانت حبيبي اسمك ايه؟ حسام. طب معلش يا ابراهيم كده، معلش ممكن تنبيني هنا؟ امضي العميد بقى. انا مش فاهم انت واخداني معاكي لباباكي ليه؟ والنبي يا بهير لازم افرض بابي عليك. بابي جوه يا عبد السمد؟ ايوه جوه بهيران. عبد الصمد. يا عبد الصمد، ما كنتش متخيل اني هعيش لليوم اللي اشوفك فيه وانت صغير. اوه عبد الصمد. بهير في حاجة؟ ما اسف. يلا بينا. بونجور بابا. اهلا. بونجور شيري. سبا الحمد لله. بابا عايز اعرفك على بهير. اهلا بهير، ازيك؟ استريحوا انتوا شويه على ما اخلص الميتنج. لذيذ قوي شبه الصور بالظبط. بعد بقى ما اعرفك على بابي عايز اخدك واعرفك على جده. جده؟ انت تعرفي جده؟ انت مش فاهمه انا بحبه ازاي. جده ده جامد. بس جامد ايه؟ بس هيروح الزمالك فعلا ولا ايه الموضوع ده؟ يعني ايه يا مومبي الكلام اللي بتقوله ده؟ معقوله العالم كله بيتقدم واحنا واقفين مكاننا؟ التكنولوجيا بتتطور يوم بعد يوم اكتر. انتوا عارفين الاسبوع اللي فات لما كنت في المانيا نزلوا تليفونات جديده بزراير. ده متثبت بتليفون ابو زراير، ده لو شاف البلاك بيري هيموت. ايه البلاك بيري دي؟ ده شكل الاندروير بتاعنا في الخمسينات. في الستينات اخذنا نفس الموديل بس عملنا له فتحه. في السبعينات غيرنا الاستك باستك جديد ياخد ويدي معاك. دلوقتي ما عندناش اي تصور جديد للشكل المستقبلي للاندروير. معقوله يكون عندي 3 من اكبر الديزاينرز في البلد مش عارفين يعملوا لي تصور للاندروير جديد؟ انا عندي فكره هتخليكم تجروا 30 سنه لقدام. قول لعبدك يا عبله لا يتكبر يا عبله. انا 7 غضنفر يا عبد السود، عماره الزيادي ها مصارع الاسود. طب اسمعني اذن يا ملاعب القرود، هقطعك حتت وارميك للبعوض، وان كنت انبي انا حرس الحدود. حرس حدود؟ حرس حدود ايه؟ هو الواد ده كان عسكري في الجيش ولا ايه قبل ما يجي هنا؟ اسمع يا عمار يا زياد، وانت يا اسود يا ضب يا حجر، الحكم بينكم هيكون مع عبده. برافو، ايه الجمال ده؟ الف 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 مبروك يا ابو سمره. ربنا يخليك. انا بقى هشهرك. ربنا يخليك يا استاذ. وهمضيك على 3 افلام. بجد والله يا استاذ؟ بس هتاخد مني كام يا عم الحلو؟ اللي تشوفه يا ريس ان شاء الله هتاخد 100 جنيه. هو ده الشغل يا سمير، الف مبروك. مبروك يا حبيبي. شوفنا بقى بكره واحده تتبسبط المدام كوك عشان جوزها بيتقمص. يا استاذ انا ممكن ابس حضرتك عادي. لا الا دي مستحيل ابوسها. ليه ان شاء الله؟ انت فاكرين يعني معرفش ابوس؟ على فكره انا اعرف ابوس كويس جدا، حتى اسال اي حد في الاستديو. انا مش هسال اي حد في الاستديو، وريحي نفسك، لو السما اتطربقت على الارض انا مش هبوسك. ليه؟ ما يغركش شكلي كده، على فكره انا ممكن حتى اقصاه شويه، ولا انت مش عاجبك شكلي من اساسه؟ يا ستي انت جامده، استغفر الله العظيم يا رب، شوفي هتغلطيني وبتخليني اقول ايه؟ يعني انت عشان خلاص ادوك الفيلم واتنجمت خلاص؟ يا ستي مش مساله اتنجمت وادوني الفيلم، الموضوع اكبر من كده بكتير يا انسه سميره. انسه بردك اسال اي حد في الاستديو. طب اقتلها دي واخش النار ولا اعمل ايه؟ الحمد لله على السلامه. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ احنا عملنا لك غسيل معده، اكيد كنت بتحاول تنتحر، ده حب ده ولا ايه؟ لا مش موضوع حب، لا ده بس الراجل بتاع العصير اللي كنا عنده زي ما تقول يعني. لا اكيد ده حب. يا ستي مش حب ولا حاجه، ده بس يعني المانجا اللي شربها زي ما تقولي بايظه. لا اكيد ده حب. زي لو كانت بتحبك حقيقي كان لازم هي كمان تشرب السم تتقابلوا في الجنه.
نفسي يا شهير اشوفك عايش احلى قصه حب رومانسيه مع واحده تكتب لك شعر وانت كمان تكتب لها شعر. انا رايي انك تسيبك منها وتركز في شغلك. انتوا بتشتغلوا ايه؟ اكيد انت السواق بتاعه. لا 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 مش سواق بتاعه، لا بس اصل البدله شبهها شويه. لا انا طيار وانا شاعر. ايه شاعر؟ طب انا لازم استاذن، في مريض لازم اروح له، لازم ادي العندليب الحقنه. العندليب عبد الحليم علي هنا في المستشفى؟ لا عندليب الاسمر. عبد الحليم حافظ؟ طب استاذنك معلش تديلي الورقه دي. طبعا عن اذنكم. طب معلش استاذنك يعني معلش تاخدي الورقه دي كمان مني، ده عنواني مستنيكي بكره بالليل. لا لا ده احنا عاملين حفلة كده عندي في البيت والشلة كلها جاية وشهير جاي ويعني مستنيينك. ها يبقى اكيد هيجي. طيب بعد اذنكم. اتفضل. ده ايه ملك الرحمة دي؟ ملك الرحمة؟ تصدق قفلتني منها في ثانية. ايه رأيك يا بهير بيه؟ قلت لك يا بابا ده غير عادي، عبقري، ده مش بني ادم زينا. شايف يا بابا شكلهم منور ازاي؟ لا وصفتهم زادت بنفسهم. اختراع مذهل يا بهير بيه. شوف يا بهير بيه، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. في ناس بتهتم بالمظهر الخارجي وفي ناس تانية بتهتم بالجوهر الداخلي. احنا بقى هنهتم باللي بينهم. مدهش بديع، فكرة هيلة بجد. حتى يا بابا لو واحد عايز ينزل البحر ممكن يقلع البنطلون وينزل على طول. لا دي عفانة، دي سيبك منها. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجالي المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب. من فضلك ابعتي لي الولد اللي كتب الكلام ده. حاضر. انت انقذت حياتي. انت رايح فين؟ استنى شويه. انت في ايه ولا في ايه؟ انا اسف اسف جدا 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 اسف. حصل حاجه؟ ايه ده ايه العسل ده؟ وكمان بتعكسها روح امك. ولد انت مش عارف تتكلم مين ولا ايه؟ هو اي عين متني حاجه امسك فيها يقول لي انت مش عارف تتكلم مين؟ يعني هتطلع مين يا حيلتك؟ انا منير بالخطير يا حيوان. بشرف شوف بشرفي اللي بيتك في الحجز الليله دي. وانت بقى حبيتك عندي الليله دي؟ ها بجد؟ اتفضلي. ايه ده؟ ده العنوان بتاعي، عامل بكره في البيت حفله كده ومستنيكي بقى. ها متأخريش بقى. كابتن كابتن. نعم. هي فيلا رقم 12 ولا 13؟ وايه الفضل اللي انتوا فيه ده؟ هي الاتوبيسات عندكم على طول فاضيه كده؟ فاضيه؟ فاضيه ايه يا بهير؟ الاتوبيسات زحمه جدا النهارده. دي زحمه دي؟ البلد كلها بقت زحمه. انت عارف انا سمعت ان بعد 30 سنه هنبقى 10 مليون في القاهره. 10 مليون في القاهره؟ انا عايز اقول لك احنا بعد 30 سنه هنبقى 10 مليون في الاتوبيس. معاك بتاع يا استاذ. انت اخينا انت مش عارف انت بتكلم مين؟ ده ممكن يسخطك قرد دلوقتي. فرملي ابوس ايدك، ما توديناش في داهيه. حضرتك انا معيش بطاقه بس انا معايا الباسبور، بس ينفع اوريه لك على جنب؟ ليه؟ بس مش هينفع اوريه لك قدامها. ايه هو يا اخويا اللي مش عايز توريه قدامها؟ باسبوري. ده انت يا اخويا بهير. ايه ده يا شاطر؟ فاكرني مغفل؟ ضارب لي باسبور بتاريخ ميلاد لسه ما جاش. ايه ده فعلا؟ سوري بجد ما خدتش بالي خالص. بف عليا بف بجد. طب اقول لك ثانيه واحده، بص تعالى نصلحها. انا تقريبا كام سنه دلوقتي؟ بص نخلي الثمانيه دي نخليها نشطبها خالص، نخليها خمسه، والسته دي نخليها خمسه برضه، انا بحب الخمسه. ها ولا نخليها سته؟ ها والله عندليب انا مش مصدق ان انا قاعد قدام حضرتك. يعني اسال انيسه شهيره كنت لسه بقول لها عبد الحليم حافظ الله يرحمه قيمه فنيه لن تعوض. قصدي ربنا يقومه لنا بالسلامه. الله يسلمك يا سيدي. عجبني قوي الكلام اللي انت بعته لي، يا ريت لو تكمل لي بقيه القصيده. قوي قوي طبعا. فحبيبه قلبك يا ولدي نائمه في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود مفقود. انا هكون صريح معاك بصراحه، الكلام مش قد كده. بتهزر طبعا. ما انا ما اقدرش اغني كلام زي ده. لا ما تقولش كده عشان هتغنيه في الاخر وهيبقى شكلك وحش قوي قدامي.
اسمعني، انا عايز اغني حاجه حزينه. حزينتي يا عبد؟ بص يا عبد الحليم، من الاخر انا عايز اعمل لك كلام جديد، الحان جديده، شكل جديد، دعايه جديده. فكك من الجو القديم اللي انت عايش فيه ده. اذا كان كده انا ما عنديش مانع. خلاص شوف انت ايه الجديد وانا معاك. ايوه سيب لي نفسك انت بقى، انا هظبط لك الليله دي. ليه؟ لاني معايا 4 جيجا اغاني. نعم قصدي في شويه اغاني انا مسجلهم على الترانزستور بتاعي. سمعك انا. اسمع دي. انا لو احكي عليه انا هوصف ايه، وده كل ما فيه ولا في الاحلام. مدهش، كمل. يا سلام 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 يا سلام. مش تيبك دي؟ ها استنى اشوف لك انا. خد دي. يا ناري 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 يا ناري، ازاي اداري 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 اداري. بسرعه يا عبد الحليم، هو الفولدر ده كله قلش. بقول لك ايه، تاخد حاجه لنانسي؟ سيبوني، انا ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه. طريقه الفنجان ايه وكوس الواوا ايه اللي عايزني انا اغنيهم؟ ده مجنون رسمي. برضه دورك يا عندليب. ايه رايك بقى في دماغ اخوك؟ انا لما تكتك اولع الدنيا. والله يا ابني برافو عليك، 100 100. يجي منك يا هو ده حوده اللي انا اعرفه. بص بقى يا معلم، ال10 دول على ده يبقى معانا غله 100 100. لا يا معلم، ال10 دول من غير ده يبقى معانا غله 100 100. متصرف انت بقى، شغل دماغك بقى شويه. يا هلا. وانت اخترتي مين؟ حوده طبعا. وش معنى حوده يا ماما؟ القلب وما يليه. قلب ايه وزفت ايه؟ الدرابه تعجز على المحل. طب خد دول ادفعهم بكره وهات لي الوصل. استلفتيهم منين دول؟ ليه هتردهم؟ وانا مالي وانا اللي استلفتهم؟ انت بتدور على ايه؟ الفلوس اللي كانت هنا. عمليه متظبطه و100 100، بس محتاجه طعم، والطعم هي الفلوس اللي كانت هنا. انت شلتها؟ ما ترد. انا اللي خدت الفلوس، يعني اتزنقت في موضوع كده وخدته. ما فيش مشكله، بس ايه يعني الموضوع اللي انت اتزنقت فيه فجاه؟ يعني موضوع كده. يا انت هتخبي عليا ايه يا حوده؟ مالك؟ المحل بتاع ايه الضرايب هتحجز عليه. ايه خلاص يا جعفر، هتصرف واجيب لك غيرهم. حتى لو اتصرفت مش هترجع حوده اللي انا اعرفها. بقول لك ايه، ما تكبرش الموضوع، ما كانوش 10000 جنيه دول. لو كان على الفلوس ما كنتش دفعت 30000 جنيه في مستشفى استثماري عشان انقذك من الموت. انت هتعايرني ولا ايه؟ وبعدين ما ال 30000 جنيه دول انا اللي جايبهم بدماغي. دماغي دماغي دماغي، وما فيش حد عنده دماغ الا انت؟ ما انا كمان عندي دماغ. وهي كره البنج دي بتسميها دماغ ولا ايه؟ نعم كده خلصت يا معلم. دماغ بقى شغالها لوحدك. انا هتوب يا جعفر. كل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر روح يا اخي. انت مش فلقتني نتوب نتوب؟ اديني هتوب. هو بمزاجك؟ بمزاجي. يا ريت كان بمزاجك، لكن الموضوع كله بمزاج الهانم اللي خلاتك خايب ومش عارف راسك من رجليك. جعفر كلمه تانية وهنسى كل اللي بينا. وانت خلاص نسيته. ولعلمك التلفزيون ده انا هبيعه، وما تسالنيش تمنه هوديه فين. Oh, my God.
الحياة بعيدة عننا. أنا وحودة ما حدش قدر يفرقنا قبل كده أبدا. اخص عليك يا جعفر، أنت ليه بتقولي الكلام؟ عشان في حاجات مش هينفع تفهميها ولا حتى هتحسيها. حودة يا آية بالنسبة لي مش مجرد صاحب وخلاص، لا، ده عمر. عمرنا ما اتخاصمنا أكتر من دقيقة، عشان كده ما ينفعش حد يجي ويحرمنا من بعض. أيوة بس أنا حبيت حودة بجد. والحب ده مش هيستمر. ليه؟ فهم؟ ما أقدرش. صباح الخير يا طنط. صباح الخير يا حبيبي. هو في إيه؟ ما فيش حاجة. آية هنا؟ أيوة، وجعفر معها جوه. جعفر؟ إيه اللي جاب؟ ما أقدرش، ما أقدرش. يعني إيه ما تقدرش؟ جعفر يا تقولي الحقيقة يا إما هفهم أنا غيران منه. ما تقوليش كده. اللي يحبها حودة تبقى زي أختي بالظبط ومتحرمة عليا. طب ما تقولي يا جعفر في إيه؟ ما سألتيش نفسك إحنا بنشتغل إيه؟ بتقولي بنبيع وتشتري. بنبيع إيه ونشتري إيه؟ ما توضح يا جعفر. إحنا بنبيع الهوا. إحنا مالناش شغلانة. آية، زي ما أنا خايف على حودة أنا خايف عليك. أنتوا ما تنفعوش لبعض. من الآخر احنا نصابين. الكلام اللي قاله جعفر ده بجد؟ يعني بجد؟ طب اتفضل بره، حصل زحمك بره. ماليش نفسي أعمل حاجة، كل حاجة تعودت أعملها مع حودة. عارفة لما تحس إن الأيام بايخة ودمها تقيل؟ فاكر يا جعفر زمان لما كنت عايش معانا وبابا طردك من البيت؟ ساعتها قلت إنك ضاعت، بس الحمد لله أديك عايش وكويس. الأيام الحلوة راحت خلاص. أنا بفكر أسيب له الشقة. ما أظنش إن هو ده الحل. جعفر، ازيك يا ست ولجة؟ الله، مالك يا واد؟ مفيش. لا مفيش ازاي، ده فيه نص كمان. قول يا ضنايا، قول، انا زي امك. قول يا حبيبي. انا خسرت كل حاجة يا ست ولجة. لا، محدش بيخسر كل حاجة ولا بيكسب كل حاجة، انما بتكسب حاجة بتخسر قدامها حاجة. تكسب فلوس تخسر حب، تكسب قوة وجاه تخسر راحة بال. هي الدنيا كده يا عبير. بس اسمع كلمة بقى حطها حلقة في ودنك. أعز حاجة في الدنيا يا ابني صاحب يحبك بجد بجد. مش هتدخلي تنامي يا حبيبتي؟ لا يا ماما، أنا مش جالي دول. ما قلتلك خدي بالك. ماما الله يخليك، أنا مش ناقصة. يا حبيبتي يا بنتي، يعني حظك ما يقعش غير في نصاب. يعني هو احنا عادلين قوي؟ اوعي بنت تكوني حبيتيه. المشكله اني حبيته بجد. مالك يا وش الخير؟ البنك حجز على المحل. بتقول ايه؟ وبعدين هنعمل ايه في المصيبه دي؟ نعم، عايزه ايه يا فندم؟ انا جايه وجايبه معايا كل الورق اللي يثبت ملكيتي المحل، وجاهزه اني اتنازل واخد ال 100,000 جنيه اللي حضرتك عرضتهم عليا. ده كان زمان يا حلوه. ليه يا فندم؟ ما احنا لسه فيها. لا مش فيها اهو، انتوا كده فقرا فقرا وعنتظر. الفلوس تبقى قدامكم تتبطروا على النعمه لغايه لما يجي الغراب ياخدها ويطير. غراب؟ هو غراب ايه يا فندم؟ مشكلتك خرجت من ايدي، موضوعك مع البنك. بالسلامه. يعني ده اخر كلام عند حضرتك؟ باردون، الباشا تعبان شويه. لا مؤاخذه، بيريحي انت. مع السلامه لولا. أؤمر يا باشا. مساج طبعا. آية، كنت متأكد إني مش هون عليك. أنا مش جاي عشان اللي في دماغك خالص. طب خشي، طب مش هنقف نتكلم هنا. أنا جاي أعرف حاجة واحدة بس. حاجة إيه؟ إيه اللي بينكم وبين نسيم؟ طب خشي. أنا عينك كده؟ في عين عليا.
ادي يا ستي حكايه عبده المجنون اللي بقى باشا. يظهر ان انا حظي ما بيجيش غير مع النصابين. انا لما عرفت جعفر كنا عيال في المدرسه، كنت انا شبه البالونه وهو شبه الخرزانه. كان العيال دايما يتريقوا علينا ويضربونا، اكتشفت ان الدماغ دايما هي اللي بتكسب. مشينا في السكه دي. تقدري تقولي كان دفاع عن النفس لغايه ما بقت شغلانه. كمان ما لقيناش اللي يقول لنا عيب. بس صدقيني يا آية، انا من يوم ما عرفتك وانا فعلا اتغيرت. انا ما يهمنيش انت اتغيرت ولا لا، المهم هتقف جنبي تجيب حقي من نسيم. طبعا جعفر. الا على السلامه يا عايشه. آية هي دي بقى العوامه اللي بتتم فيها كل الصفقات المشبوهه. نسيم وصل. طب يلا بينا يا جماعه. والمانجا يلا. يا رب يا رب سامحني يا رب. يا رب انا ما كنتش اعرف ان ابويا. يا رب والنبي سامحني يا رب. وبعدين يا رب يعني حتى لو عارف ان ابويا، ما هو عيل قليل الادب لازم يتضرب. ما هو ماشي عكس في نسوان الناس ودي امي يا رب. بص يا مضطر بص. انا عملت ايه بس؟ طب انا عايز اخش الحمام دلوقتي بقى. اخش فيه ازاي ده؟ خش يا مفتاح خش. اعتدي على اللي قاعدين الاجرام. انا اعتدي عليه ليه بس؟ ده واخد مني سبع اتاني. شهير؟ بهير؟ بهير؟ شهير انت بتعمل ايه هنا؟ انا يا ابني اتربيت تربيه. فاتك نص عمرك، مامي بقت خاتم في صباعي، انت مش فاهم. شهير مامي وهي صغيره جامده بس. انا مامي وهي صغيره قفلتني من مامي وهي كبيره اصلا. بقول لك ايه؟ تعرف حاجه عن الواد سمير؟ انا هنا اهو. ايه الصوت ده؟ انا هنا اهو. انت مين يا عم انت؟ انا سمير اخوك يا ابني. سمير انت اشتغلت سفرجي ولا ايه؟ انا مديت ايدي على ابويا يا شهير. تعال يا حبيبي تعال. يا عم انت انا ماليش دعوه بالكلام ده، انتوا تخرجوني من هنا دلوقتي حالا. انا عندي فكره جامده قوي. اكيد مش هنحضن تاني يا ابني. تعال عشان ما حدش يسمعنا. صايع هبل. صايع هبل ازاي؟ ودي اتعملت في مليون فيلم عربي قديم قبل كده يا ابني. اي حاجه قديمه بالنسبه لك بالنسبه لهم جديده. لانك افتح يا حصول، انا عندي مغص مدهش مدهش جدا مدهش خالص. مش ممكن ما تهوى. يا زنزوخه. طب وبعدين؟ ده لو ابوكم ما اتجوزش امهاتكم يبقى ملوش لازمه الجهاز اللي بتعمل ده. ما كل واحد فيكم طلع لابوه زي الخازوق وبوظ عليه الموضوع، وكل واحد فيكم برضه لازق جنب امه كانها خطيبته. انتوا متخيلين الموضوع لو كمل على كده هيبقى عامل ازاي؟ ست الحبايب يا حبيبه، يا اغلى من روحي ودمي، يا حنينه وكل كتيبه، يا رب خليك يا امي، يا رب خليك يا امي. استغفر الله العظيم يا رب. لازم تروحوا الحفله وتخلوه يتعرف عليهم، دي ما فيهاش هزار. دي يعني ايه يا دكتور؟ هنعرفه عليهم بالعافيه؟ ايوه طبعا، لان كل حاجه لازم تمشي زي ما حصلت في الماضي بالظبط، لان كل الفعل هتعملوه هينعكس عليكم في المستقبل. يعني مثلا يا سمير، عربيتك اللي اتكسرت مش هتلاقيها في الالفينات خلاص بح. شهير ها انتوا عمالين تتكلموا في مواضيع تافهه وفي مصيبه انتوا مش واخدين بالكم منها. خير يا مال؟ تسليم المشروع بكره. دكتور ايوه. ايه ده؟ مش عايزك تسيح، دي حاجه بيني وبينك. بقول لك ايه، انت كنت لسه بتقول دلوقتي ان اي حاجه هتحصل لنا هتنعكس علينا في المستقبل. ده صحيح. طيب نفترض مثلا يعني جدلا ان ابونا اتجوز واحده بس من ثلاث امهات، ايه اللي هيحصل ساعتها؟ يبقى الاثنين التانيين مش هيتولدوا. مش هيتولدوا خالص. ايوه عشان دول اخواتي ولازم اخاف عليهم. وانت فاهم يا ابني انا بقالي ساعه بشرح. خلقتني. ايوه قلت لك متاكد. اكيد. يا لهوي. ايوه مش هيتولدوا، مش هيتنيلوا.
ابو جاي ابو جاي. طب امسك السبب. ما هو انا كمان. شهير صديقي الصدوق منور الحفله. منير عرفك باصحابي بهير وسمير. اهلا وسهلا. ايه ده انا شفتك قبل كده، انت مش كنت في سور عطره؟ تاني كان اسود. صح تاني اسود، صح صح. شهير عايزك تنبسطوا قوي. ها عايزك بقول لك ايه، سميره وشهيره وبهيره جم الحفله وانا رايح عايز اظبط واعلق كل واحده فيهم يعني. فانا محضر الاول واحده بهيره فخفخينه دي هقولها لها تمام التمام. سميره بقى محضر لها قشطه دي هتمشي معاها. الثالثه بقى لا، شهيره سيبها لي. اسيبها لك ليه يا ابني؟ انا عايز ايه اسيبها؟ لا سيبها لي انا اظبطها لك. اوكي اوكي. منورين منورين يا جماعه، الحفله حفلتكم كاساتكم ومزيكتكم. ها امك دي؟ امك امك امك. تمام. لا مش تمام، انا امي بيتعمل عليها حفله هناك يا جدعان، انا اروح سعيده يا جماعه. سعيده مبارك. الله الله، ده احنا باين عال قوي. شهيره اللي حكيت لك عنها يا بهير. بهير صاحبي. ازيك يا بهير؟ ازي حضرتك يا طنط؟ طنط ايه يا غبي؟ انت دلوقتي انت سمير؟ بهيرة؟ أخيراً بقينا لوحدينا؟ لو قربت مني حرمي نفسي. حرمي نفسي معاك. ترمي نفسك فين؟ أنا كده مش هتولد. أنت عايزة مني إيه بالظبط؟ بهير أنا عايزاك تتجوزني دلوقتي حالاً. لا لا مش هينفع، مش هينفع يا بهيرة اللي أنت بتقوليه ده. ليه ما ينفعش؟ أنا هكون أسعد إنسانة على وجه الأرض لو اتجوزت ملاك زي أيوة صح بهيرة، أنا مش هينفع أتجوزك لأني لأنك إيه؟ لأني مش بني آدم يا بهيرة. مش بني ادم؟ ايوه انا ملاك. ملاك؟ ملاك ملاك صح. انا اول ما شفتك قلت كده، قلت مش معقول ابدا ان المخلوق ده يبقى بني ادم زينا. وعشان كده انا في عذاب من ساعه ما عرفتك، لاني كنت اتمنى ان انا وانت استغفر الله العظيم يا رب نتجوز ونعيش في تبات ونبات ونجيب صبيان ونجيب بنات اسمي هو اللي هياخدوه مني وبس. كفايه يا بهير كفايه. لكن دلوقتي أنا لا أملك غير أني أتمنى لك السعادة الأبدية مع الإنسان الوحيد في الوجود اللي يقدر يسعدك. ومين بيكون الإنسان ده؟ الإنسان ده هو منير الخطير. مش ناوي بقى تديني رقم تليفونك قبل ما دخ؟ 3-4-5-11. رقم تليفونك مش رقم عربيتك. هو ده رقم تليفوني. 5 أرقام بس؟ اللي واخد عقلك ليك سكة معاه؟ تعال. ايه بقى يا ست الكل؟ بصراحة الواد حلو ومتريش، ولو شاور بس بصباع رجله نص بنات مصر هتجري وراه، ما بصلوش ليه انا بقى. يا ستي انا مش معترض، انا معترض على الطريقة. ما تجيش بالبجاحة دي يا سمير. بجاحة؟ انت مش فاهم حاجة، الفقر بعيد عنك بيخليك محوج للي يسوى واللي ما يسواش.
يعني عندك مثلا النهارده لما عرفت انهم هيمشوا فريد شوقي من الفيلم ويجيبوك ما سلمتش على فريد وهو ماشي، ولزقت لك انت رغم اني كنت لسه سهرانه معاه اول امبارح. انا لولا صله الرحم كنت دفنتك هنا يا سميره. ما تقفلهاش قوي كده. ايه ده كمان؟ يخرب بيت امي. يعني شويه تنازل عشان الواحده توصل، سهره مع مخرج، كاس مع ممثل، سفريه مع منتج. كفايه مش عايز اسمع، عيش ازاي انا بعد اللي بسمعه ده يا سميره؟ وتسمعه ليه؟ طبعا ما انت عديت بعد الفيلم اللي هتعمله ده وهتبقى نجم قد الدنيا يا ستي، وان شاء الله انت كمان تبقي نجم قد الدنيا ونعمل حاجه مع بعض. نعمل حاجه مع بعض؟ ايا العوبين عندي ولا بيتك فاضي؟ انت ايه؟ مفيش في دماغك غير الحاجات دي؟ اسمعيني يا سمير، انا هوعدك ان منير يبقى من نصيبك، قصاد انك توعديني تخف اللعب شويه. موسم العرب داخل وما يرضكيش ابنك يطلع بيتكلم خليجي. ده بعد ما انت نزلت على طول العندليب بعد جبليغ حمدي والموجي وقفل على نفسه. ما هو عجبته كذا قصيدة على فكرة بدل اللي كنت مديهم له، بس هو عمل النمرة دي عشان اختلفنا على الأجر. طبعا لازم تعجبه، ده انت موهوب جدا وانا معجبة جدا بأشعارك. وهتندهش يا شهيرة لما تعرفي مين اللي كتب القصيدة دي. مين؟ منير. انا؟ ايوه منير اللي كاتبها، انا مساعده في شوية حاجات بسيطة جدا. حقيقي؟ طب ممكن تقولي اي حاجة انت مألفة؟ اصلي معجبة جدا بأسلوبك في الشعر. ما اقول ايه؟ ما تقولها يا منير القصيدة بتاعت كل مرة. يا ابني اول مرة اشوفها دلوقتي. لا القصيده اللي اسمها كل مره. القصيده اللي اسمها كل طب طبعا بكرة. طبعا مالفها هتعجبك. يعني هي بتقول كل مره كل مره بشوفك فيها بشوفك فيها نفسي ببقى نفسي اجي لك اقول لك ان كلك عندي بالحياة. طب ايه؟ طب ايه؟ بهير تعال معايا. سيبني والنبي يا سمير خمس دقايق. يا ابني في مشكلة كبيرة يلا. فيها يا سمير ما تنطق. شهير واخد ابوك يظبطه مع امه ونازل شتيمة في امي وامك. ايه؟ مش كده وبس، ده انا سامع بوداني دول بيقول ان امك باين عندها شقة في زايد 2000. مؤاخذة يعني فتحها للتغار. احلف ان قال كده على مامي. وشرف امي قال كده يا بهير. ده لايق ملوق. عايز يتولد هو لوحده ونفضل انا وانت محبوسين هنا. اخصى عليك يا شهير، وانا اللي كنت بعتبرك اخويا انت طلعت اخويا اكتر منه. عشان الكلمه دي بقى انا مش هسيب امه. هتعمل ايه؟ هنتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا. معايا نطير شهيره؟ معاك نطير شهيره. جاهز؟ صحيح يا سمير الواد شهير ده مش ناوي يسيبه من البت اللي اسمها شهيره؟ اشمعنى يا بهير؟ ده بيقولوا عندها انفلونزا الخنازير. خنازير ايه؟ الخنازير دي جديده، شوف مرض دلوقتي. صحيح يا سمير الواد شهير ده مش ناوي يسيبه من البت اللي اسمها شهيره؟ اشمعنى يا بهير؟ ده بيقولوا عندها الطاعون. طاعون ايه يا ابني اللي دلوقتي؟ الطاعون ده من ايام الحمله الفرنسيه، شوف مرض جديد شويه وخلصني يلا. صحيح يا سمير الواد شهير ده مش ناوي يسيبه من البت اللي اسمها شهيره؟ اشمعنى يا بهير؟ ده بيقولوا عندها الصفرة. يا ساتر يا رب. ده مش بعيد تعديه. ومش بعيد كمان تعدي منير الخطير. منير؟ ايه ده انت سامعني؟ مش ممكن. خلاص استخرجته على الصفرة؟ جواب نهائي. طبعا هتصرف. صايا سمير خلاص مش لا انا سليمه انا مش عايز سيبوني بقى يلا يا جماعه نكمل حفلتنا عادي جدا ولا اكن في حاجه احنا متاسفين ليكم اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه يلا يلا كاساتنا ومزيكتنا ويلا هنعيش بقى اتفضلوا ولا كان في حاجه اتفضلوا يا جماعه تعال معايا عايزك عايز مني يا سمير؟ بقول لك يا سمير انا امي خلاص راحت، يعني انا قاعد في السبعينات هنا بقيت عمري، سيبني بقى يا اخي اخد على الجو اللي عايش فيه. يا ابني في عوق بيتعمل من ورا ظهرك، تعالى معايا انا هرسيك. تعالى هرسيك. بهير اللي عمل كده؟ او شرف امي بهير هو اللي عمل كده. بس اطمن انا مش هسيبه. معايا نطير بهيره؟ معاك نطير ابوها. اقلع ساعتك. اقلع ساعتك. لا يا ابني تعالى انا هفهمك هفهمك تعالى. سامع عوس وقفت المزيكا دي بقى واطلب البوليس. انت فين يا منير بيه؟ ده يا شهير انت سكران ولا ايه؟ لا انا مش سكران انا ساعتي اتسرقت. مش معقول خالص اللي انت بتقوله ده، انا ضيوفي كلهم ناس محترمين. لا معقول يا منير بيه، وانا بنفسي عارف مين اللي سرقتها وحطيتها في شنطتها. انا مش حرامية. يا بهير يلا يا جماعه عادي جدا ولا كان في حاجه حصلت قدامنا قبل كده. يلا معلش احنا اسفين جدا، الحفلة ابتدت تنشف شوية بس مفيش أي مشاكل، اتفضل. يلا كاسنا ومزيكتنا بقى نلحق نحتفل بقى قبل ما نطلع تاني يلا. شهيرة
شهير وبهير هتوحشوني قوي، وشهيرة وبهيرة كمان هيوحشوني قوي قوي قوي. مع ان انت بقى يا سمير مش هتوحشنا خالص، لان احنا قاعدين مع بعض. ليه بقى؟ عشان الورقة دي. ده ايه الورقة دي؟ دي يا سيدي عقد جواز عرفي. انا جوزت امك عرفي من ربع ساعة يا سمير. حصل، وانا شهدت على العقد. امك رخيصة قوي يا سمير، ما خدتش في ايدي خمس دقايق وكانت مضيعة. الله الله، ما امسك اعصابك. والله يا عاد، وانا اللي كنت بقول لكم ظبطوها رحت نيلتوها زياده. اهي الزنقه اللي انتوا فيها دي فكرت بواحد بلدياتنا اتزنق في قرشين اتفعص. ايه؟ احنا مش هنخلص. ايه؟ والنبي ما تقول نكت لحد ما نرجع للالفينات. انا مش فاهم يا سمير انت بتتكلم ليه وانت السبب في كل اللي احنا فيه ده. اهو بابي حلق للثلاثه، خلينا بقى قاعدين في الزمن الاخبر ده لما هيفوتنا كاس العالم. نعم يا اخويا، هو مش الزفت ده راح يتجوز امي عشان يقفل السكه على ابويا؟ سمير من فضلك لما تتكلم معايا بعد كده تتكلم باسلوب احسن من كده، ما تنساش ان انا جوز مامتك، ويا ريت بعد كده تقول لي انكل. ولا انت هتطلقها؟ يعني هتطلقها؟ ارمي اليمين دلوقتي حالا. مش هطلقها يا سمير، بحبها يا اخي بحبها. بدل ما تتخانقوا مع بعض كده وعاملين فيها الاخوه الاعداء، فكروا في حاله صلاح وبيلي بوظتوه، وترجع ابوكم لامهاتكم، وعبال ما ترجعوا لبعض اكون انا خلصت المشروع واقدر ارجعكم تاني. عيال هم. المرة دي مش تهريجة، اي حد فينا هيقل هتتربق فوق نفوخنا احنا الثلاثة. ايوه صح، دكتور بصير قال اللي هيعيل مش هيركبه معانا الجهاز حتى لو بابا ومامته اتجوزوا. المهم دلوقتي ازاي هنقنعه يتجوز ثلاثة في يوم واحد؟ ما هو عملها قبل كده يا شهير. عملها قبل كده ازاي؟ يعني احنا لسه لينا اخوات تانيين؟ طبعا، ولا كأنك سمعت حاجة. طبعا. عندك فكرة هنعمل ايه؟ قبل اي حاجة يا معلم تطلق امي. سمير، هو انت فاكر ان انا متجوز امك بجد؟ دي ورا اي كلام يا معلم، انا معيش بطاقه اصلا. ايوه بس هي فاكره انك متجوزها. يعني سوري، امك محتاجه الورق. طيب يبقى قبل اي حاجه برضو كل واحد فيكم يحلف انه مش هيبيع. والله العظيم ما هبيع. والله العظيم ما هبيع. وشرف امي ما هبيع. ولا والله العظيم. باي باي بابا. باي باي يا حبيبي. مش عايز حاجه؟ سلام. يلا هاتوا بسرعه. بابا الحاج يا بابا. حط لسانك في بقك خلاص، بقى عصبيه. انت ايه وعشه كمان؟ خش. ايه ده اللي انت بتعمله؟ هاتوا معانا عشان ما تقولش عايزها بابا، عايزها بابا. يلا بسرعه. انا بس بقى الحنفيه. يلا اطلع الحنفيه. انا بس حيوان. يلا انت بسرعه. هلو لولا، انت جايه من العراق ولا ايه؟ تسمح تولع لي؟ نيران عاديه ولا نيران صديقه؟ طبعا. ايه ده؟ على فين؟ الست عايزه تولع. استنى ولعناها. شغاله. استنى. في البيت موت موت تربينا احسن. مش فاضي النهارده يا حيوان. ده احنا هناكل ضرب يا خال. بس ما تقطعش. كلها عنايه. تعالى منديل الحلو يدلك لي ركب اللي شخشخ دي. يا خال احنا مخطوفين مش في رحله. ولا انت عارفني؟ هاد نسيم باشا. انا عبده باشا، دي حاجه جديده قوي عليا. انا عبده النمر يا فتوة مصر القديمه تمن، وفتوة اسكندريه والجمرك، المكان اللي عملت فيه الخميره بتاعتي. يجوا شوية عيال صيع زيكم يبقلشوني ويهددوني ويسرقوني. يا باشا أكيد في سوء تفاهم. اخرس لغاية لما أكمل كلامي. اخرس يا حيوان. 24 ساعة 24 hours. لو الفلوس والورق بتوعي ما رجعوش، ابقى خلي صاحبك يقرأ على روحك الفاتحة.
مش انت بس، انت وحبيبتي القلب القطه وخالك. الله، ما تبتدي بخالي دلوقتي عقبال ما اخدها اجيب الورق والفلوس. اخرس. استر يا رب، استر يا رب. خدها في ايمانك. مش مطمن، مش مطمن يا آية. يعني هيكون راح فين هو عيل هيتوه؟ ده نزل يجيب سجاير بقاله 3 ساعات وجاي. ايه بيشربوا من هناك؟ الو مين؟ نسيم باشا؟ في حاجه؟ جعفر، ايه اللي وداك عندك؟ بقول لك خطفوني وخطفوا عائشه. وانا وانا انت مش مهم. لا يا حوده مش انت، اتصرف، هات الفلوس والورق بتاع عبد المجنون. نسيم باشا؟ اقصد بتاع نسيم باشا المجنون. هات الورق وتعالى يا حوده، هات الورق وتعالى. اسمع حوان، بكره الساعه 2 تقابلني قدام المطار، تجيب معاك كل حاجه، هعمل تليفون، صحابك هيمشوا، 2 و10 انساهم وانساني، مفهوم؟ تيجي لوحدك. يعني مسافر؟ طبعا، قروض على املاك وهميه وزيه زي غيره. بالسلامه. ملناش دعوه بالقروض دي دلوقتي. يعني ايه؟ الساعه 2 بكره الراجل مسافر وسايب مصر، هيستفيد بايه لما هو جعفر وعيشه؟ اكيد بيهوشك. انت عايزه تقولي ايه بالظبط؟ يا حود احنا لو عشنا طول حياتنا بنشتغل مش هنعرف نجيب المبلغ ده تاني. ايوه بس دي مش فلوسنا. يا سلام، انت اللي بتقول كده؟ ايوه بقول كده بعد ما حبيتك. ما هو عشان حبيتني لازم تساعدني. وصاحبي مش هيجرى له حاجه. وافرضي جرى له؟ يا سيدي خليك متفائل. يا حود احنا تعبنا كتير قوي في حياتنا، وانا لما صدقت لقيتك تعوضني كل اللي فات. طب انت عارفه الراجل ده هيهرب بفلوس مين؟ مين؟ بفلوسي وفلوسك وفلوس الناس الغلابه. يا حوده ارحمني بقى من الخطب والشعارات دي وكلمني جد. انا عمري ما كنت جد زي النهارده. يعني انت عايز تعمل ايه؟ مش عارف. رايحه فين؟ لما تعرف تاخد قرار ابقى كلمني. معجبة بيك قوي يا جعفر. مش وقته يا عائشة. تفتكر حوده ممكن يستندل؟ لا، هو المبلغ كبير بس حوده عشرة عمر، اكيد هيجي اكيد. مش عارف يا عائشة، مش عارف. طب وآية؟ هي دي اللي انا خايف منها. مش هينفع اسيبك في الظروف اللي زي دي. وانا كمان كنت حاسس انك هترجعي. نسيم. ايوه. حوده المكان اتغير، بقى 10 شارع الجزيره الزمالك. حالا هبقى هناك. وما تنساش تيجي لوحدك. طبعا هكون لوحدي. مع السلامه. نسيم باشا فين؟ اتفضل معانا. مالكش دعوة. ورقك وفلوسك تمام؟ الورق تمام بس الفلوس ناقصة يا حلو. مش ناقصة كتير. وعلى العموم ده عرقنا اللي أنت أكلته علينا من 15 سنة. خليهم يفكوني. وكلم رجالتك يسيبوا جعفر وعيشة. هو دخول الحمام زي خروجه. يعني ايه؟ هتعمل ايه؟ لا لا انزلوا حضروا العربيه. طب يا باشا احنا كده قبضنا عليه، اروح ابلغ البوليس؟ انزل استريح في العربيه. برافو يا باشا. نص ساعة هتبقى انت في الباي باي. هسافر انا، صحابك كمان هيبقوا في الباي باي.
سلام يا شهيد الصداقة.